بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مبروك لكل اسر الرجال اللي اتخرجوا النهارده. النهارده عندنا اكتر من 1200 ضابط جديد ينضموا الى حراس الوطن. وزاره الداخليه المصريه واحده من اقدم الوزارات اللي موجوده ربما في بنتكلم من 1805، يعني بدايتها كانت اول نواه ليها اللي انشاها محمد علي باشا 1805 انشأ، وبالتالي تنقلت وزاره الداخليه انها تؤمن العاصمه في ذلك الوقت، وبالتالي انتقلت الى ان اصبحت تحولت الى وزاره الداخليه. انشأ ديوان الوالي اللي كان مسؤول عن تأمين العاصمه، ثم تدرج هذا الامر الى وصلنا الى وزاره الداخليه، واصبحت هذا الاسم الكبير وزاره الداخليه المصريه لها تاريخ كبير يشهد لها العالم ومختلف أجهزة الدول ليهم نظير زي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي نظيره الأمن الوطني حاليا. علاقات وعارفين مصر والعلاقات والمعلومات، ولهم علاقات كثيرة جدا ومعلومات كثيرة جدا وامتداد كبير جدا وشهادات وتبادل معلومات كثيرة مع مختلف دول العالم. جزء من وزارة الداخلية جهاز الأمن الوطني الحالي، فالداخلية لها تاريخ كبير جدا. لما طبعا النهاردة هذه الاحتفالية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحدث وأشاد طبعا شكر أهالي وأسر خريجين وأكد على المهمة العظيمة التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية في حماية أمن مصر وسلامة وأمن وسلامة المواطنين. اللي بيقوم بهذا الدور وزارة الداخلية، فانضمام أبنائنا النهاردة وضباط النهاردة لهذه المنظومة الكبيرة، وحدث تطور كبير في منظومة العمل الأمني. ولسه امبارح بوريكم التطور اللي حصل على الأقل في المرور، في الكاميرات، في التحديث اللي تم. الأيام الجاية هيكون في تحديث آخر هتشوفوه وهنقدر إن شاء الله نتكلم عنه الأيام القادمة، مش بعيد يعني بنتكلم بعد كام يوم. تحديث كبير جدا في وزارة الداخلية، ما بقتش وزارة الداخلية تتعامل زي 30 40 50 70 80 سنة، لا، النهاردة عندها تحديث حتى في نظام التعليم. السيد وزير الداخلية النهاردة السيد محمود توفيق كان بيتكلم على تدريس مادة حقوق الإنسان ضمن المواد الأساسية لطلبة كلية الشرطة والطلبة كمان الدراسات العليا، بقى في مادة النهاردة اسمها حقوق الإنسان. عجبني قوي ان عندنا بسم الله ما شاء الله فتيات، يعني انه كان في بنت مصرية شابة مصرية تنضم للداخلية زمان، لما انضمت كان في بداية ربما في التسعينات، اول انضمام ليهم كان في بداية التسعينات، كان عدد قليل جدا وكانوا معروفين بالاسم. النهاردة بقى عندك اعداد ينضم النهاردة، وشايف التدريب بتاعهم تدريب هو تدريب الشاب، يعني لا فرق بين تدريب الشابة وتدريب الشاب، هو واحد، هو نفس التدريب، ما هم يتخرجوا زي بعض أعلى مستوى من الكفاءة. النهاردة قاعدين مركزين على كل التدريب، ولكن البنت كمان المصرية اللي بقت النهاردة ضابطة في وزارة الداخلية، في لواء، في ضابطة برتبة لواء في وزارة الداخلية النهاردة ضابطة، ما كناش بنشوف الكلام ده. ده معنى ايه؟ اولا تقدير المرأة المصرية، دور المرأة المصرية، المرأة المصرية النهاردة موجودة. ده لسه امبارح 89 قاضية في مجلس الدولة ادوا اليمين امبارح، يمكن بعد شوية اتكلم عنهم. مصر ما فيش النهاردة في النيابة العامة، ما بقى المرأة المصرية النهاردة والبنت المصرية النهاردة زيها زي الشاب وزي الرجل، موجودة في كل حتة في مصر، وزيرة موجودة، نائبة وزير موجودة، محافظة موجودة، موجودة في النيابة، موجودة في القضاء، موجودة في كل حتة، موجودة في الداخلية، موجودة في القوات المسلحة. ما عندناش مكان النهاردة في كل أجهزة الدولة، يعني من غير ما نقعد كل أجهزة الدولة فيها البنت والسيدة المصرية. هذا هو حق المرأة اللي أخدته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت قبل كده عندنا قاضية في مجلس في المحكمة الدستورية، لا، النهاردة عندنا كتير في كل مناحي العمل في مصر، لانه ما اقدرش اعمل تمييز، ما عنديش التمييز ده، لا افرق ما بين احنا كلنا ابناء هذا الوطن، الكفاءه هي اللي تبقى موجوده. فتدريبهم النهارده وحضراتكم بتشوفوا جزء من التدريب وهم موجودين في التدريبات ديت اللي هي اعلى لياقه، خلي بال حضرتك، يعني اللياقه اللي هي تواجه ارهاب، تاخد تدريبات زي اعلى تخصص في وزاره الداخليه
نتكلم عليه العمليات الخاصه يبقوا موجودين بيتدربوا عمليات خاصه، يتدربوا على في احد في كل القطاعات اللي موجوده في الداخليه، ويبقوا ضباط وضابطات فيها من الافراد الى اعلى الرتب. فالحفله النهارده كمان القت ووضحت لنا نماذج كمان متميزه جدا في الضابطات الخريجات اللي هنشوفهم بعد كام يوم، اللي هم اتخرجوا النهارده، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، والتكريم اللي تم النهارده للاوائل، والرئيس النهارده بيحييهم، كلم عنهم وقدم الشكر ليهم وقدم الشكر لاهليهم. المستوى الراقي اللي شفناه في التدريب النهارده، الولاد دول او الضباط هم خلاص مش الولاد الضباط الجدد النهارده اللي قدام حضراتكم بقى لهم 3 4 شهور بيتدربوا، يعني موجود في التدريب عشان يكون هذه الاحتفالية. وعايز أقول لحضراتكم كنا بنشهد احتفالات كتير، يعني كنا بنحضر احتفالات على مدار العشرين سنة الخمسة وعشرين سنة اللي فاتوا، الاحتفالات تقريبا كلها ما عدا الاحتفالات بتاعت الإخوان ما حضرتهاش، لكن باقي الاحتفالات كنا موجودين بنحضر. يعني فزي ما بقول لحضراتكم تاني، الأمر اللي قدامكم انه الضباط المستوى التدريب، وانت بتركز، وكنت انا ايه يمكن معظم الاحتفال ونشأة الديل احنا الاتنين تقريبا واقفين جنب بعض، واقفين عشان نشوف كل حاجة، انك تشوف اللي قدامك المشهد اللي قدامك الجمهورية الجديدة وتحيا مصر، انك تبص دايما ايه اركز على الـ الاداء اللي هو ايه، انه المشية الخطوة التنظيمية الطابور العرض العام ماشي ازاي ماشيين ازاي، فتلاقي هو النسق الموحد اللي هو اول صف زي اخر صف، اول كتيبة والاول زي اخر واحدة، معاهم كمان قوات مع الحربية، ضباط الحربية اللي هيتخرجوا بعد كام يوم موجودين النهاردة. سيادة الرئيس قال لك انه عمل التجانس ما بين القوات المسلحة والشرطة، انه في حفل تخرج كلية الشرطة النهاردة يكون فيه تقريبا مجموعة كبيرة من ضباط او طلاب الكلية الحربية يتدربوا معاهم طول الوقت، يبقى يوم الاسبوع اللي جاي في تخرج الحربية والكليات العسكرية كلها هتشوفوا ايضا مجموعة كبيرة من كلية الشرطة موجودة معاهم مع الكليات العسكرية. سيادة الرئيس عمل النظام ده، النظام ده بيعمل ايه؟ تنسيق، توافق، يتدربوا مع بعض، اكلين مع بعض، عايشين مع بعض، بيتكلموا مع بعض. تاني اللي هو توحيد المفاهيم ما بين القوات المسلحة والشرطة، توحيد المفاهيم في المواجهة في العمليات في التنسيق، فيبقى هنا وحدة كبيرة. احنا بنتكلم مع أساتذة دولة واحدة كلهم مع بعض اشتغلوا مع بعض، ما يبقاش فيه اي شيء خارج السياق. بالمناسبة عايز اقول لحضراتكم مؤسسات الدولة المصرية النهاردة كده، اللي هو التعاون، المخابرات تتعاون مع الامن الوطني، تتعاون مع هيئة الرقابة الادارية، تتعاون مع المخابرات الحربية والعكس، هنا بنتبادل معلومات، احنا في دولة واحدة ما بنشتغلش مين هياخد، لا في الاخر ايه حماية امن وسلامة الوطن، حماية امن وسلامة المصريين، قوات المسلحة مع الشرطة، الأجهزة مؤسسات البلد كلها مع بعض حاجة واحدة. فده خلي بال حضراتكم ده مهم جدا، وانا بقول لكم كده تبقوا قارين العناوين اللي انا اقصدها بدون ما نقعد نفسر حاجات، بقول الكلام ده عشان شايف اللياقة. اولا الضباط اللي اتخرجوا النهاردة في التدريبات اللي بتشوفوها، انت حاطط التدريب ده حاطط ايدك على قلبك، القفز العربيات ماشية ومسافة والاتوبيس، شوف القفزة مسافة قد ايه، بص 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 يا خبر، انت بتعمل كده حط ايدك على قلبك، بس ده ايه في تدريب بعد الشر بعد الشر، لو فلتت يعني بره الصندوق او على الارض ربنا يستر، ولكن هو ده معناه ايه قوة تدريب. بصوا هنا الاقتحام التوبيس، في اجراء اهو سلم، الطلبة او الضباط اللي هم دلوقتي خلاص ضباط خدوا ملازم النهاردة دخل التوبيس ازاي، هي هنا ايه بتعمل لأي حاجة لا تقدر الله لأي شيء، انت بتعمل لأي مواقف طريقة قد تحدث، فيبقى عندك ازاي تقتحم اتوبيس بهذه الطريقة، تدخل على كابينة قائد السيارة، تدخل على داخل اتوبيس، لانه حصل قبل كده حاجات مش عايزين نرجع لها، لان احنا النهاردة في وضع الحمد لله امني واستقرار والحمد لله كل حاجة ما شاء الله في مصر، ربنا يحفظ البلد يا رب،
فشايفين التدريبات. فضيلة الإمام طبعا كان حاضر النهاردة، سيد القائد العام كان حاضر طبعا، وزيرة الهجرة، وزير الخارجية، أجهزة المعلومات كلها، رئيس مجلس الشورى من غير ما نقول أسماء ولا نقول، ولكن قدامنا وزير قطاع الأعمال، رئيس مجلس وزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الموارد المائية، وزير الزراعة، وزير الشباب والرياضة، التعليم العالي، سيد رئيس الأركان، يعني كل تقريبا الوزراء كانوا حاضرين النهاردة، تقريبا كل الوزراء كانوا حاضرين النهاردة، عشان وزير العدل أيضا بحاول يعني عشان ما ننساش حد كلهم حبايبنا ويعني أصدقائنا، وبالتالي ما يبقى في مناسبات. قداس البابا كان حاضرا ويعني ممتن يعني النهاردة، وأنا بتكلم مع قداس البابا يعني بوجه له كل التحية. أيضا الدكتور سيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ممتن جدا للكلام اللي يعني سيادة النهاردة أنا بسلم عليه كلام يعني على دماغي والله، وبشكر سيادتك جدا جدا على هذا الكلام. كتير يعني من السادة اللي احنا النهاردة كنا بنلتقيهم، ولكن بالمناسبة يعني بنوجه الشكر لكل الناس اللي كانت موجودة النهاردة وحاضرة اليوم. سيادة المستشار عدلي منصور طبعا، وسيادة الوزير طبعا كان لينا لقاء سريع مع بعض على ان شاء الله الايام الجاية، زي ما بقول لحضراتكم في شغل مهم جدا ان شاء الله تشوفوه. وادي الناس اهالي الخريجين النهارده، اعداد كبيره جدا، ولكن الميزه ايه؟ عجبني المشهد النهارده، مشهد الحضور، مشهد الاسر اللي كانت حاضره النهارده، ناس فرحانه بجد. وعايز اقول لحضراتكم سياده الرئيس لما دخل، هتشوفوا اللقطه دي كويس، اللقطه وانا بتكلم اللقطه دي، سياده الرئيس لما دخل، سياده الرئيس عمل الاول بيسلم عليهم الناس كلها طبعا، وهتشوفوا اللقطه دي، سياده الرئيس زي ما حضراتكم بتشوفوا اهو تحيه، وشوفوا بقى الناس عامله ايه، اسر الخريجين عاملين ايه، وهتلاقوا سياده الرئيس بيحيي وحيي الجميع، ويعني اخذ المنصه دخل شمال وبعدين دخل ناحيه اليمين بيحيي كل الناس، سياده الرئيس هو داخل، ودي عاده الرئيس بصراحه، بيدخل اي مكان بيسلم على كل الحضور، او يعني سواء زي ما حضراتكم بتشوفوا كده طبعا مع سيادة المستشار الجليل عدلي منصور ترحيب، وسيادة الرئيس هناك تقدير كبير جدا سيادة المستشار الجليل عدلي منصور. فكل التحية للخريجين، كل التحية لمن انضم النهاردة حراس الوطن مع الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية، وكل رجال وزارة الداخلية من أصغر واحد إلى وزير الداخلية السيد محمود توفيق، عمل جاد وعمل مهني وعمل شاق، وجزء من المهام او مش جزء، كل المهام هي حماية مصر، حماية مصر من الداخل، لان هناك مؤسسات اخرى مسؤولة، قوات مسلحة مسؤولة عن مصر والامن القومي المصري، وايضا مؤسسات اخرى مسؤولة عن حماية مصر من الخارج. فحضرتك النهاردة الداخلية مسؤولة عن الامن الداخلي، بمعناه كل ما يعني الامن الداخلي، حضرتك بتتكلم على جريمة إرهابية عندك الأمن الوطني، جريمة جنائية عندك الأمن العام ومديرية الأمن والبحث الجنائي، عندك أموال عامة الأموال العامة موجودة، عندك تزييف وعملة وحاجات موجودين، جوازات ومتعامل أحوال مدنية موجودين، قطاعات كثيرة سياحة وأثار موجودين، فتقدر تتكلم عليها بمنتهى القوة، بمعنى كلمة الأمن الداخلي، حماية مصر من الداخل مسؤولية وزارة الداخلية، معها القوات المسلحة طبعا، القوات المسلحة مسؤول عن كل حاجة، كل حاجة بره وجوه يعني، وبالتالي لكن بتكلم على دور مهم تقوم به وزارة الداخلية، واضح جدا لينا، واضح جدا اللي احنا بنشوفه، تدريبات الضابطات الجدد النهاردة اللي احنا بنبارك لهم، كمان بارك لأسرهم، بقول لحضراتكم تدريب راقي، تدريب بقت النهاردة البنت المصرية موجودة في كل مكان، وهذا أمر ما نقدرش ننكره ولا أبدا حد ينكره، ده كمان رسالة بتكون رسالة إيجابية للناس كلها. سيادة الرئيس كمان وجه رسائل للخريجين الجدد والضباط الجدد، التعامل مع الرأي العام، ومسألة التعامل مع الرأي العام مسألة مش سهلة، وقال لهم طبعا مسألة القدوة، إنه ضابط اللي بيتخرج بيقدم خدمات للناس، هو رايح ودوره خدمة الناس، اسمها ايه؟ الشرطة في خدمة مين؟
الشعب. قوات بتحمي مين؟ الشعب. بيحمي مين حضرتك؟ الشعب. فالرئيس النهاردة بيقول لهم تكونوا قدوة. انت هنا عندك مهمة قوية جدا ورسالة مهمة جدا بتؤدوها، وبالتالي يكون رجال الشرطة قدوة للناس. وانا بقدم، انا موجود هنا عشان اخدم الناس. في اسم شرطة، في على طريق، في مكان، اي مكان، عشان لا نسمي بعض الاماكن، اي مكان حضرتك دورك النهاردة خدمة المواطن. وبالتالي تبقى الرسالة طالعة من عندك ان تقدم خدمات النهاردة. انتوا عندكم النهاردة امكانيات بسم الله ما شاء الله، غير لما كنت عايز زمان عايز تعمل جواز سفر تقعد بقى اسبوع وعايز واسطة مثلا. النهاردة بتعمل جواز سفر وانت قاعد، لو عايز بطاقة النهاردة تتعمل لك في البيت، وعاملين خدمات النهاردة توصلك عربية الاحوال المدنية لحد البيت تعمل لك البطاقة زيها زي الشهر العقاري، توصلك البيت تعمل لك لو انت عايز. بقى النهاردة عندك تيسير كبير في قطاعات مختلفة، فنساعد الناس او نساعد. عندهم استخدام التكنولوجيا، التغير الكبير في وزارة الداخلية اللي حاصل النهاردة بقاش زي الاول النهارده، لا، لانه الدوله جديده. دوله جديده يعني معناها ايه؟ ده حتى اقسام الشرطه النهارده بقت مختلفه، حتى شكل اقسام الشرطه شكلها. يعني حتى لو انت بتتكلم حتى على اهتمام بنظافه المكان، هل النهارده اقسام الشرطه زي من 5 سنين؟ لا، ولا من 10 سنين ابدا. كنت تدخل اسم الشرطه، مع احترامنا وتقديرنا يعني، ولكن ما احنا لازم نبقى عارفين الناس اللي يعني، كان اسم الشرطه مختلف. النهارده بقى في تطوير حقيقي في حتى في مباني اقسام الشرطه، حتى في نماذج او اقسام الشرطه بقت كلها موحده. وانا مسافر البلد الاسبوعين اللي فاتوا، كل الصعيد زي هنا، عندنا في مركز زي اللي موجود هنا، معدي على اسيوط، كل مراكز اسيوط وانا ماشي كلها زي اللي موجود، زي اسم مدينه نصر، النزهه، مصر الجديده، فين منتزه، كله زي بعض، حاجه واحده. حتى وانت بتشوف حاجه مختلفه. الاول كان كل واحد حسب يدي اللون اللي هو عايزه، وبعدين تدخل ما تلاقيش المساله، لا النهارده لا، حاجه نظيفه. وانت داخل حتى انت محتاج قسم الشرطه في ايه؟ عندك شكوى، عندك بلاغ، راح تأدي خدمة، أو حد مطلوب لكذا، محدش يتعامل إلا لو في حاجة معينة. فيبقى حتى لده كمان أقدم لك مكان نظيف يليق بيك. الجوازات، وانت داخل الجوازات أكنك داخل فندق. الجوازات اللي موجودة في العباسية فندق بنظام برقم، ده أو داخل بنك، فرع بنك، حاجة محترمة جدا. أحوال مدنية نفس الحكاية، يعني في تطوير كبير. واللي مش هيتطور مديريه امن القاهره، هتتنقل من المكان اللي هي فيه دلوقتي باب الخلق، هتتنقل، عامل لها مبنى شفتم اول امبارح ناحيه التجمع الاول، شو قريب من مكتب النائب العام. شوف المبنى اللي عاملينه مديريه امن القاهره الجديد، من بعيد تقول ايه هو، ايه فندق ده بيتعمل، ده فندق ولا ايه؟ وانا ما كنتش عارف المكان بصراحه، من بعيد كده وبص ايه المبنى اللي هناك ده، لحد ما وصلت لقيت مديريه امن القاهره، مبنى على اعلى مستوى. شوفوا مديريه امن الجيزه، كانت في مكان في قلب الجيزه، عامله زحمه وخنقه وزحم على الناس، وايه يا سلام، وتامين قد ايه، ومين داخل ومين خارج، والشوارع اللي حواليها كانت عمليه صعبه جدا. اتنقلت فين النهارده؟ على طريق اسكندريه جنبك اهو، حاجه في منتهى يعني، حاجة ايه تليق بقى. هو انت بتكلم، هو كل حاجة تبقى كده، انه كل حاجة تبقى موجودة تليق بيك، تليق بيك بقى مواطن، وحتى الناس اللي بيشتغلوا في هذا المكان، ما انت لازم توفر له حياة كويسة. الناس دي بيقعدوا في مكاتب وقاعدين وشغالين والشارع والبحث، الله، شغلته حالة الامن، لازم اوفر له الحياة الكويسة اللي هو بقى قاعد، حتى لو قاعد في مكتبه بيتابع، او قاعد في الشارع، او يرجع مكتبه يبقى عنده مكان يليق بيه. هو ده اللي موجود النهارده بقى، هو ده تطوير. وانت بتكلم على تطوير يبقى كل حاجه تتعمل في مصر. وانا بتكلم على الداخليه، المحاكم النهارده بتعمل ازاي؟ ما بتعمل، ده تطوير ايضا، جزء من التطوير اللي بيتعمل. فمصر النهارده فيها تغير
هقعد اتكلم في كل حاجه؟ فاكرين طبعا لما الحاجات اتحرقت، هي دي كانت حاجه اتحرقت؟ لا، دي مصر الجديده، امن والامان ان شاء الله. مين عندنا؟ عندنا النهارده مين؟ النهارده مين؟ حراس الوطن. نشوف سيادة الرئيس ماذا قال لحراس الوطن ولأسرهم ولينا احنا كمان. شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا استريحوا من فضلكم. انا مش هطيل عليكم، لكن خلوني ان انا اسمحوا لي ان انا اتقدم بالتهنئه للضباط الخريجين الجدد والضابطات، الف مبروك. واسمحوا لي ان انا اهني الاسر واشكرهم ايضا ان هم قدموا او بيقدموا ابنائهم وبناتهم عشان يتولوا مهمه عظيمه جدا، هي حمايه امن مصر وسلامه الناس. فكل التحيه وكل الشكر لكم جميعا على ذلك. مش هنسى ان انا اوجه كل التحيه والتقدير والاحترام باسمي وباسم كل المصريين لاسر الشهداء والمصابين كل الاسر وكل الشهداء وكل المصابين من كافه من الشرطه ومن الجيش ومن القضاء ومن طوائف المجتمع المختلفه. والنهارده يمكن مهم قوي ان احنا نتذكر قد ايه الايام الصعبه اللي مرت على مصر خلال السنين السبعه اللي فاتت، وقد ايه التضحيات اللي قدمها مش الشرطه والجيش، لا، الشعب المصري كله. وانا دايما باكد الكلام دوت، قدموا تضحيات عشان البلد دي تفضل واقفه وعايشه وتتقدم. ففي أسر قدمت وإحنا لن ننسى أبدا، والمفروض إن إحنا مش بقول أنا أو الوزارة أو الحكومة بس، أنا بكلم الشعب المصري كله، مش هننسى أبدا أبنائنا وبناتنا الذين يعني قدموا أرواحهم وحياتهم وإصابتهم عشان مصر تبقى بالوضع اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. وعايز اقول ان ده مازال حتى الان، والله مازال حتى الان يقدم من الجيش ومن الشرطه شهداء ومصابين. وبالتالي دي او ده امر مفروض ان احنا نتذكره حتى لا يتكرر في حياتنا تاني دلوقتي ومستقبلا. يعني مش هنسى ان انا وانا بهني الخريجين الجدد وقال لهم انتوا بتتعاملوا مع المواطن وامنه وسلامته وراحته، فمن فضلكم تذكروا دائما ان انتم تكونوا قدوة لهم، قدوة في التعامل معهم، قدوة في يعني معالجة المسائل الامنية والمصالح الخاصة بيهم. ده أمر مهم قوي. أنا عارف إن يعني التعامل مع الرأي العام ومع الشعب أمر ليس باليسير، ولكن كمان دي صورة رائعة جدا إن إحنا ك يعني ممثلين لوزارة الداخلية في كل القطاعات اللي بتشتغل وبتتعامل مع الجمهور، قد ايه مهم قوي ان احنا نكون قدوه ومثل ونحافظ على ده. وده يكون التطوير اللي بنتكلم عليه في اللي يمكن النهارده لتاني سنه او لتاني دفعه بنخرجها من حاملين الدراسات العليا من شباب وشابات الحقوق والكليات المتخصصه، وان احنا نطور العمليه التعليميه بيبقوا حاصلين على الدبلوم او الماجستير. ده امر. ثم البرامج الاخرى اللي بتتعمل او اللي شغاله دلوقتي في وزاره الداخليه لتطوير قدرات واداء
أبنائها من الخريجين والعاملين في قطاع الشرطة. بتمنى لكم التوفيق، وبقول مرة تانية ألف مبروك، وخلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من زمايلكم، ودايما تكونوا مثل عظيم ورائع للناس في الشارع وفي كل حتة. شكرا جزيلا وألف مبروك. مش هنسى ان احنا كنا قلنا مرة قبل كده في الكلية الحربية ان احنا في كل حفلات التخرج بتاعتنا بيبقى فيه من ضمن مراسمها سلام الشهيد. سلام الشهيد، من فضلكم مش عايزين ده زي ما اتعمل في الكلية الحربية، في ده مراسم لابد ان احنا نحافظ عليها. وارجو من قائد الطابور ينادي سلام الشهيد ويعزف سلام الشهيد، ويبقى ده برضو احد مراسم اللي بيتم اتباعها اثناء حفلات التخرج. زي ما بقول مش هننسى، وبنسجل التحية لهم من خلال هذا الاجراء. اتفضل يا فندم. سلام الشهيد، سلام سلاح. مسألة الأمن اتكلم عليها السيد محمود توفيق وزير الداخلية، وقال إنه تحقيق الأمن مسألة بالغة التعقيد في مثل هذه الظروف. هنرجع ورا شوية، مع يعني هرجع في كلامي مع حضراتكم. نفتكر كويس قوي 2013 طبعا، 14 طبعا، 15 16 دول نفتكرهم كويس قوي. كان بيحصل ايه في مصر؟ لو برجع لورا عشان كلام اللي قاله وزير الداخليه النهارده، انك تحقق الامن النهارده في ظل هذه الظروف مساله بالغه التعقيد وبالغه الدقه. كان بيحصل، وكلنا عشنا هذه الايام الصعبه اللي مرت علينا، وسيادة الرئيس اشار لهذا الامر بدون تفاصيل لما قال الأيام اللي مرت علينا من 7 سنوات، وده بيتطلب طبعا ان احنا مش عايزين هذه الامور تتكرر. طب ايه اللي يخليها ما تتكررش؟ او ايه اللي خلى الوضع الحمد لله النهارده ونحمد ربنا في دول بيحصل فيها ايه كل يوم، اديكوا بتتابعوا وتشوفوا من غير ما نشير، يعني لانهم بيتكلموا عننا هذه الايام كلام ايجابي. دول اوروبيه عشان ما حدش دماغه تروح حته تانية. يعني عندك معلومات؟ عندك أجهزة معلومات؟ آه. هل كل اللي بيحصل بيتعرف؟ لا. حالياً في شغل بيتم، يعني ده معناه إيه؟ الاستقرار والأمن وحالة الهدوء اللي ربنا يديمها على مصر يا رب. ناس ما بتنامش، ناس بتشتغل. ده مش معناه إنه ما عنديش شغل
وما عنديش حاجات بيتم الكشف عنها. لا عندك مؤكد، اكيد مؤكد عندك حاجات عندك، ولكن حاليا مش لازم كل حاجة. لا خلينا في الوضع اللي احنا فيه امنيا واستقرار، وهذه الرسالة الايجابية اللي وصل دول العالم بالكامل. ليه مصر النهاردة هذا الوضع اللي فيها؟ عشان اللي حصل على مدار السنوات الماضية. عندك قاعدة معلومات، عندك حاجات عملتها كثيرة جدا أدت إلى هذا الأمر، وصلت لشبكات كثيرة جدا، وأجهضت مخططات كثيرة جدا صحيح، ويمكن ده مش عايزين كمان نقعد نتكلم فيه كتير، ولكن الوضع اللي حاصل النهاردة عشان فيه مؤسسات وأجهزة ورجالة ما بيناموش، ما بيناموش معنى الكلمة انهم شغالين. جهاز الامن ما ينفعش جهاز امن ينام، ما ينفعش جهاز امن بيتابع انشطة عايزة وما زالت عايزة البلد دي تقع. تاني بقول لك عايزة تقع والله، ده بدأوا يتلموا على بعض اليومين دول، والله بدأوا يتلموا على بعض، اللي بنقول عليهم طابور خامس بدأوا يتلموا على بعض، وهم والاخوان مع بعض ما افترقوش ابدا عن بعض. ده النهارده النغمه بتاعتهم عليت وافتكر بلد دي هي. لا لا اوعى تفتكر الموضوع ده، اوعى تفتكر، اوعى تفتكر اللي كان مش كلامي، كلام رئيس الجمهوريه قال كده في مناسبات عديده. اللي حصل مش هيتكرر، ورئيس الجمهوريه بيقول كلمه هو يعني الكلام. وبالمناسبه السيد الرئيس لما بيقول كلام بيتاكد، مش بيطلع يقوله كده، لا لا لا، هو عارف الوضع عنده، عارف الأجهزة اللي عنده، عارف مؤسسات اللي عنده، عارف قوة. الرئيس بيقول جملة مهمة قوي، القوة الشاملة. الكلمتين دول يعني لهم وراهم تفاصيل كثيرة. القوة الشاملة اللي موجودة في مصر، سيادة الرئيس قالها أكتر من مرة، مصر تمتلك القدرات والقوة الشاملة. نقطتين ثلاثة خلاص، بما تعنيه الكلمة، قوات مسلحة، أجهزة معلومات، شرطة، قوة شاملة موجودة عندك. ولكن ده يخلينا إيه؟ لازم نبقى خايفين على بلدنا أكتر. الاستقرار اللي فيه مصر تخليك خايف أكتر، تطمنك آه بس كمان تبقى خايف. ليه؟ عشان محدش يحاول يعمل لك مشكلة، أو يحاول يغير العقول، أو يحاول يستمر في بس الشائعات والأكاذيب، أو يحاول يصور مشاهد غير حقيقية، أو يحاول يدي رسائل غير رسائل سلبية عشان يعمل عليك ضغط نفسي وضغط معنوي عليك عشان يتم إحباط هذا الشعب. فحضرتك لا تتجاوب مع ذلك. ليه بقول لك لا تتجاوب؟ لأن هو عايز يوصلك المرحلة اللي وصل حضرتك ليها ما قبل 2011. كان تم تجهيز الأرضية، الأرض تسخين، إعلام، أفلام، حاجات، جرايد خاصة، جرايد مباعة، صحف بتتباع، صحف بيتم شراء إصدار الأعداد بتاعتها بالآلاف لحساب اللي كانوا بيهدوا بيفكروا هد البلد وحاولوا يهدوها. بالفعل كانوا بيشتروا جرايد كل يوم، هناخد 40-50 ألف نسخة من الجورنال الخاص بتاع فلان، يبقى ده مشترينه، حد تاني يعمل جورنال بالتنسيق مش عارف مع مين عشان نبدأ تسخين الأرض وناخد كل حاجة سلبية. ما هم اشتغلوا عليه قبل 2011 عشان بس حضرتك بربط لك حاجات من غير ما اتكلم، من غير يعني ما، لكن حضرتكوا أذكياء جدا وعندكم النهاردة قوة كبيرة وعندكم وعي عظيم جدا ما شاء الله، يعني ما شاء الله. عشان كده بحاول أربط لكم شوية حاجات، إنهم اشتغلوا قبل 2011 كل السلبيات اللي كانت فين، واحنا بنتكلم على الشرطه النهارده، خد وزاره الداخليه لو حصل. بالمناسبه داخليه مصر زي داخليه امريكا، بريطانيا، اي وزاره الداخليه واي بشر، وارد يحصل خطا، وارد يحصل خطا، لكن الخطا الواحد لا يعمم على مؤسسه او مؤسسه وطنيه محترمه. كان ياخد الخطا الواحد ده ويتهم بيه كل من يشتغل في هذه المنظومة. لا، انت الخطأ ده تتكلم على خطأ مش على الكل. فخدوا الكلام ده وقعدوا يكبروه 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 في الشاشات وفي الجرايد، وبدأ يخلي الناس
تبقى ايه؟ انا بقول لك عليه على السلبيات. لما حد يركز على سلبيات فقط اعرف ايه اللي وراه. خلي بال حضراتكم، اربطوا بس، انه في حد ما يعمل لك حاجة معينة، الحاجة المعينة من اولها لاخرها سلبيات. هي البلد دي ما فيهاش حاجة ايجابية، هو الشعب ده يعني اللي مر بيه في 2011 لحد 13 هناك فارق، في اختلاف، في تطور رهيب، مفيش مقارنة، لا مقارنة بالمناسبة في كل حاجة، مفيش اي مقارنة. بس هناك من يحاول حاليا، اقولها تاني، حاليا تصدير سلبيات للشعب المصري. ركزوا في ده، ركزوا في ده، وتبقى عارف مين. النهارده يتكشف حاجات كتيره قوي، ارتباط بعض الاشخاص بناس قاعدين في امريكا، ناس قاعدين في امريكا ايه ضد البلد، يعني مش تكشف الحاجات ديت، يعني مسائل مش بتيجي بالمصادفه ابدا، لازم يكون حاجه الاول، حاجه دي تكبر، بعدها حاجه اخرى، حاجه اخرى، حاجه اخرى. التمويل الاجنبي قبل 2011 وبعد 2011 كان بيروح فين؟ منظمات بتحصل على التمويل، وهذه منظمات لها ادوار معينه، 7 8 10، قول 70 منظمه، قول هو مش عددهم كده بس بقول لك قول 70. احنا عندنا في مصر 52,000 منظمه، لا 100 ولا 10 52,000. لما يبقى عندك 70 واحده منهم بياخدوا تمويل عشان ليهم هدف معين مرتبط ببره، طلع تقارير ضد البلد، ضد اي حد، ضد اعمل تقارير، وكلها تقارير كاذبه ملهاش اساس، يختلق اكاذيب في التقارير عشان ايه؟ عشان التمويل ده يفضل موجود، فيعمل التقارير دي ضد البلد ويهيج الدنيا كلها ضد مصر ويشتغل على ده. في البعض منهم تاب، والبعض منهم مشي هرب، وبعض منهم موجودين، فاشتغلوا على ده، وكان بياخد عين عينك، يقبض عين عينك، ويقبض عشان ايه؟ يهد البلد، مش بيقبض عشان يعمل حاجة ايجابية. يعني مش بياخد فلوس عشان يروح يعمل مشروع في الصعيد، او يشتغل في مدرسة، او يعمل صحة، او يساعد الناس، او الاسر والفقراء اللي هم بيتكلموا عليهم عمرهم ما ادوهم 3 جنيه. يعني يقول لك الفقراء، طب انت ساعدت الفقراء؟ طب ما انت خدت مليون الدولارات، هل رحت للفقير ده اللي انت تتكلم عليه قلت له انا جاي لك عشان انت فقير هساعدك واديك؟ ابدا، ده هو يتكلم عليهم تاني ويقعد يزايد وياخد دول يقول لك نموه، شفتوا مصر في ايه؟ طيب يا سيدي، مصر مصر النهارده مختلفه، ومصر بتعمل، ولسه عندنا حاجات وحاجات بتتعمل. سياده الرئيس قال ايه؟ كل اللي بيتعمل في مصر ده هي الخطوه الاولى. بالمناسبه ما قالش انا خلصت، ده لسه من كام يوم بيقول ده احنا هتكمله ازاي؟ كم شقه بتتعمل؟ انا عايز 3 مليون. يبقى الدوله النهارده قعدت خلاص عملت ده وقالت شغال؟ لا، قال لك لسه مستمرين، اقعدوا واعملوا خطه ازاي هنكمل نستمر في هذا الامر. 3 مليون و4 مليون و5 مليون شقه، انا عايز كده. الرئيس قال كده اول امبارح من 3 ايام هنا اهو في اكتوبر، حديقه اكتوبر. يبقى الدولة بتعمل كده عشان تعالج كل حاجة، تعالج كل حاجة، تعالج عشوائيات، أماكن خطرة، فقراء، محدود الدخل، متوسط الدخل، حتى الأغنياء بتعمل. ما هو أنت بتعمل لكل، أصل ما تقدرش تفصل شعبك وتقول ده غني وده فقير. بس كان الأولوية إيه؟ رايح للفقراء، رايح للفقراء. لما سعر اللتر البنزين من كام يوم 25 قرش، قبل كده لما نزل 25 الناس كانت تقعد تتريق، ايه 25 بتعملوها؟ طب لما يترفع في ظل الاسعار العالميه اللي بقت 83 دولار، كانت 85 83 وبيتكلموا هتزيد كمان، اسعار العالميه مش بتاعتنا احنا، بترول. لما عملت ده بتعمل مين بيستفيد منه؟ هل بيستفيد منه مين؟ المواطن اللي ما عندوش عربيه، ما عندوش عربيه، فانا ده انا بساعدك اهو، فانا رايح لك اهو، انا بتكلم معاك اهو، اللي توفر لي كام اي مبلغ
في الاخر رايح لمين؟ اساعد، ادعم، اساعد الناس الغلابة، اعمل لهم اللي انا بيتعمل النهاردة الاهم مشروع في التاريخ سيادة الرئيس بيتكلم عنه والناس كلها بتتكلم عنه. والنهاردة يمكن بعد شوية اكلمكم النائب محمد المعلمين كان عامل يعني لقاء مهم مع 32 سفير لم تحدث، سفير امريكي، سفير الروسي، سفير كندا، يعني عدد من سفراء الدول الموجودين النهاردة في مصر. هكلمكم انهم بيتكلموا على المشروعات كمان وعلى الرئيس بعد شوية اقول لحضراتكم. لكن بمناسبة اللي بيحصل في مصر هو ان هم الاجانب دول مش شايفين سفراء كلها بتتكلم كده، الرؤساء دول النهارده بيتكلموا كده، اتكلم على مصر وعلى تجربه مصر. طب تجربه مصر النهارده في ناس عايزه تدخل عشان تخرب في تجربه مصر او تهد طب وانا الشعب ده انا المستفيد. هو لما حصل لنا ازمات من 2011 لحد 13 وحتى الكهرباء 14 هي مين اللي تاثر؟ مش احنا كلنا تاثرنا؟ طب النهارده البلد اللي كان عندها ازمه ما عندهاش كهرباء والشركات الاجنبيه مشيت، البترول مشيوا وعليك فلوس ليهم 6 مليار وتقريبا ونص مليار دولار راحوا مقفلين وسلام عليكم، ما عندكش استقرار ولا عندك امن، ما كانش عندك حاجه. مش انت كنت تخاف تنزل وانا كنت خاف انزل؟ احنا كنا بننزل طبعا عشان شغلنا، كان لازم ننزل ايا كان المخاطر يعني. لكن حضرتك مش تخاف؟ طب ولادنا مش بنخاف عليهم؟ طب النهارده الاخبار ايه؟ ما شاء الله الساعة 3 صباحا اكنها الساعة 1 الظهر، ده معناها امن؟ اه معناها امن. وفي ناس سهرانة وقاعدة معاك وبتتابعك، وفي وانت بتمشي مش بتشوف الطرق كذا، لو في الحسين، لو في الزمالك، لو في الدقي، لو في مدينة نصر، لو في التجمع، مش كده؟ ما شاء الله. ده ايه هو ده؟ مش معناه في شغل، في تكلفة كبيرة جدا بتدفع، بس في ناس شغالة. فخلي بالكوا لانه هتفضل، وانا بقول لحضراتكم اهو، اي حد النهارده هيتصدى لهؤلاء الطابور الخامس هيفضلوا، خلي بالك، هيقعدوا يعملوا حملات ضده. وعلى مدار الفترة الماضية حملات موجودة وحضراتكم اكيد بتتابعوا على ناس لمجرد الرأيه. عندك ناس النهارده عندهم ديكتاتورية رهيبة جدا، هو مش عايزك تقول رأيك ولا عايزك تنتقد حاجة، لما يعمل حاجة يتشيد بيها يتسكت، لا ده بيقول، ده دول اللي بيقول لك ايه حرية رأي والتعبير، والله لا يعلم عنها اي شيء. مجرد انك تطلع تتكلم على حاجة محددة يتهمك بقى بكذا ويتهمك بكذا، اتهامات. طب انت بتتكلم على رأي ورأي اخر، هو انت عايز رأي ليك ومش عايز رأي ليا؟ هي دي اللي انتوا بتكلموا عليها؟ ده يقعد يخون الناس ويتهموا الناس ويشككوا في الناس لمجرد الرأي. طب وانت واجع دماغنا مصدعنا ليه؟ فين الرأي؟ طب ما تقول رأيك، انت قلت رأيك وانا من حقي اقول رأيي على فكرة، والاخر يقول رأيه على فكرة، ونقبل كل واحد يقبل الاخر، يقبل رأي الاخر. اشمعنى عايز بس انت رأيك الوحيد، ولما حد اخر يقول رأيه في اي حاجة اتهامات بقى، خدوا بقى، وايه وحملات. قولوا لنا يا جماعه، هو انتوا بجد عندكم راي ولا انت عايز الراي بتاعك فقط وغيره مرفوض؟ واسماء بشوفها على مدار الكام يوم اللي فاتوا كده، بشوف اسماء، هو انتوا اللي كنتوا بتتكلموا عن الراي؟ انتوا حق الاختلاف مهم، كل واحد يشوف بلده بطريقته، كل واحد يحب بلده بطريقته. فشوف وصلنا لايه. فانا عايز بس حضرتك تبقوا عارفين بس القادم، مش بقلقك، ولكن عايز حضرتك تبقى الوعي اللي عندكم يستمر، درجة الوعي تستمر عشان بلدنا ما عندناش غيرها، ومش هيبقى عندنا غيرها، وزي ما حافظتوا عليها تفضلوا تحافظوا عليها. سيادة الرئيس النهارده بيتكلم عليه، على تحياته المصريين، الشعب المصري، ما في لقاء الا والرئيس بيتكلم على الشعب المصري ان هو صاحب كل شيء عشان نصل النهارده والبكره ان شاء الله والافضل اللي جاي ان شاء الله. بمين؟ الشعب المصري، ثباته، قوته، وعيه. ولا
البعض اللي حصل قبل كده لا خلاص اتعرفوا ومش محتاجين نتكلم تاني، انه حضراتكم عارفين دلوقتي كل الناس اللي موجودين اللي بيطلعوا او اللي استخبوا واللي عايزين يطلعوا، واللي استخبوا بره او جوه وبدأوا يطلعوا، تخلي بالكم. بس تعالوا نتابع ماذا قال السيد محمود توفيق وزير الداخلية اليوم عن رسالة الامن، عن المهام الامنية، عما يجري في مصر. وده كمان مسؤولية، انت كل ما يبقى عندك مشروع لازم عندك فيه امن موجود. من كم يوم كنا بنتكلم على الريف المصري في الوادي الجديد، وانت بتعمل هذا المشروع اللي شغال اللي هو محاولات تشكيك فيه، والمشروع شغال بتعمل فيه في قلب صحراء، يبقى عندك امن موجود، نقطة شرطة، اسم شرطة، مركز، المهم يبقى عندك الامن، عنصر الامن ده مهم في كل حاجة، يبقى موجود بيوفر لنا الناس، بتشوف تبقى مطمن. وتابع، نحتفل بيوم الخريجين هذا العام مع افاق الجمهورية الجديدة، وانتم سيادة الرئيس تقودون مسيرة الوطن برؤية مستقبلية مستنيرة، تحققون من خلالها أمال الشعب عبر إنجازات ومشروعات قومية عملاقة أسست لدولة حديثة آمنة مستقرة تتبوأ مكانتها المستحقة بإرادة وطنية ثابتة. السادة الحضور، يدرك جهاز الشرطة إدراكا كاملا ما يحيط بالوطن من تحديات يفرضها محيط إقليمي يموج بالصراعات ومخططات خارجية تستهدف تقويض مسيرة الوطن نحو التنمية والرخاء. وهنا يقف أبناؤكم من رجال الشرطة دوما عند مستوى المسؤولية ولاء للواجب، باذلين العطاء بنفس الراضية للقضاء على مخاطر الإرهاب ودحر فلوله وإجهاض محاولات التنظيمات الساعية إلى إحياء نشاطها الإجرامي، وذلك من خلال معلومات متكاملة وإجراءات مقننة ودقة في تنفيذ عمليات الضبط. وفي مجال مواجهة الجريمة بشتى صورها، تواصل الجهود الأمنية نجاحاتها في ترسيخ محاور الأمن الوقائي واستهداف البؤر الإجرامية وتحقيق مفهوم الردع للخارجين على القانون والتصدي لكل ما يمس قيم المجتمع حفاظا على أمنه واستقراره وإدراكا لقيمة الأمن باعتباره ضرورة للحياة والتنمية، وأن تحقيقه في عالم اليوم هو عملية بالغة الدقة والتعقيد، فقد ارتكزت الاستراتيجية الأمنية على أسس وتخطيط علمي مدروس بهدف مواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء وتحقيق الريادة الأمنية وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار. ولتحقيق ذلك تعمل وزارة الداخلية على التطوير والتحديث الشامل للمنظومة الأمنية بما يتيح الاستمرار في التفوق على التحديات. ويشهد الواقع اهتمام الوزارة بالعنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف السياسات الأمنية، حيث تنطلق جهود منظومة التعليم والتدريب لإعداد أجيال من رجال الشرطة مزودين بمهارات وقدرات وظيفية متميزة مؤهلة للتعامل المدرك لإمكانيات الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في مواجهة كافة صور الجرائم المستحدثة وتحقيق جودة الأداء الشرطي. الجمع الكريم، تحرص السياسة الأمنية المعاصرة على تعزيز قدرات أجهزة الوزارة ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي بما يحقق تنفيذ التكليفات والمهام الأمنية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وتنمية مهارات رجال الشرطة في مختلف مجالات العلوم القانونية والشرطية والاجتماعية وفي مقدماتها مبادئ حقوق الإنسان من خلال إدراجها كمادة أساسية في مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والتي تستهدف تعظيم مفاهيم احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في كافة مجالات العمل الأمني
إنفاذا لمحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتواصل منظومة التعليم والتدريب الأمني سعيها لصقل المهارات الوظيفية لركن الشرطة من خلال تطوير المقررات الدراسية والاستعانة بأحدث تقنيات وسائط التدريب بهدف إعداد رجل شرطة عصري، وهو ما جسدته فعاليات اليوم من كفاءة عالية جاءت نتيجة الجهد والإخلاص في العمل، ودليلا على المستوى المتميز الذي حققته منظومة التعليم والتدريب بالوزارة في شتى القطاعات الأمنية. وفي ذات السياق تم استحداث دبلوم حفظ السلام وتسوية المنازعات بكلية الدراسات العليا، وفي إطار سعي الوزارة الدائم لترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، اطلع المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة بتدريب العديد من الكوادر الوطنية والأجنبية تحت مظلة الأمم المتحدة. كما تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بالتوسع في مشاركة العناصر النسائية في منظومة العمل الشرطي والمشاركة في المهام القتالية، كما أتاحت لهن الحصول على دبلومات الدراسات العليا والالتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة من أجل الإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف، مما يجعلهن على جاهزية تامة ودائمة للقيام بدورهن في حفظ أمن المجتمع. وتجسيدا للتلاحم بين فكر وأداء المؤسسة الأمنية مع ثوابت العمل الوطني، فقد تم هذا العام فتح باب القبول لخريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية للالتحاق بكلية الشرطة والدراسة بها لمدة عامين، يتم تزويدهن خلالهما بالعلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية، إلى جانب تمكينهن من الحصول خلال فترة الدراسة على درجة الماجستير في العلوم القانونية والمجالات المرتبطة بالمهام الأمنية، أسوة بزملائهن من الطلبة خريجي كليات الحقوق. ولقد فرض تطوير المسارات الأمنية تأسيسا على الثوابت الاستراتيجية للوزارة تحديد المهام بدقة وتوجيه العنصر البشري لها وفقا لمقوماته ومؤهلاته الذاتية. ومن هذا المنطلق تم استحداث منظومة التقييم الشامل لطلبة كلية الشرطة، تمهيدا لتعميمها على باقي المعاهد التدريبية الشرطية، وهي تعمل كمرآة تعكس قدرات الطالب المختلفة من خلال تطبيقات إلكترونية تم تصميمها وقاعدة بيانات يتم تحديثها دوريا، تتضمن نتائج تقييم موضوعية للمستوى العلمي والتدريبي والرياضي والانضباطي وصولا للارتقاء بالأداء. أفضل دايما سدادة
يلي انت بسببك مصر احسن حال، ضحيت علشان نطمن ست لكل الدنيا رسال، بان احنا ولادنا لا يمكن يوم حيغيبوا عشان رجال واقفين قدام الموت. اهلك يا شهيد ما تخافش عليهم شايلينهم بعنينا، زي ما ضحيت علشان وقفنا معاهم حق علينا، دارك مش يمكن يوم ننسى دارك جاي بايدينا، مهما الايام هتفوق افضل دايما سدادة رجالة اسود كالعادة، حبكوا لبلدنا عبادة انتوا بظهركوا ملايين، الشعب بحاله معاكم ويمان بالله جواكم، في طريق واحد وياكم كلنا مصريين. من أول مرة أشوف اجتماع خلال الفترة الماضية أو خلال كورونا من 2020 لحد النهاردة موجود فيه 32 سفير. أستاذ محمد أبو العنين أو النائب محمد أبو العنين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي اجتمع مع 32 سفيرا، منهم سفير الولايات المتحدة، سفير إنجلترا، سفير كندا، سفير روسيا، في ليتوانيا، في البرتغال، في بلجيكا، في عدد كبير، سنغافورة، عدد من سفراء الدول، منهم السفير الأمريكي زي ما حضراتكم بتشوفوا ترحيب من جانب نائب محمد أبو العنين، سادة السفراء توافدوا. كان الاجتماع النهاردة، الاجتماع النهاردة كان له عدة عناوين رئيسية، طبعا الزخم في العدد اللي موجود، نتكلم على هذا التواجد، نتكلم الولايات المتحدة موجودة، بريطانيا موجودة، روسيا موجودة، بلجيكا موجودة، كندا موجودة وغيرهم، طبعا عشان ما ننساش بقول لحضراتكم عدد كبير هو الأكبر. جلسة أولى حصل فيها مناقشات ثم أعقبها غداء عمل، وغداء العمل هنتكلم عنه لأنه كان المكان النيل والنيل يحيط بهذا الاجتماع، ونائب محمد بنين اتكلم مع السفراء، السفير الروسي، السفير الامريكي، السفير البريطاني، باقي السفراء، اتكلم على النيل وعلى اهميه الميه لمصر وحياتنا في الميه في اللقاء اللي قدام حضراتكم، لقاء مهم جدا. وعدد من السفراء اتكلموا، يعني هيبقى في تصريحات بعد شويه لينا مع زميلنا احمد بيومي، اتكلموا عن مصر واتكلموا على اللي بيحصل في مصر، وطبعا السفير الامريكي على مين؟ النائب محمد أبو العنين، في كمان سفير هيكون سفير الانجليزي او البريطاني، سفير الروسي، يعني عدد من السفراء، سفير البريطاني في القاهره تحدث ايضا عن مصر في هذا اللقاء وفي تصريحات كمان لينا. التركيز كما تحدث النائب محمد أبو العنين على ما يجري في مصر، كان ده العنوان الرئيسي، وازاي ان احنا تخطينا كورونا اللي اثرت في العالم واثرت علينا ولكن ازاي مصر استطاعت انها يعني تمر من هذه الازمه الكبرى، وازاي الاجراءات اللي اخذتها. اتكلم على الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، والسفير الامريكي قال له انا مش ضمن الاتحاد الاوروبي، ولكن سفير الولايات المتحده الامريكيه موجود في هذا الاجتماع. تاني بقول رسائل مهمه، كلم النائب محمد أبو العنين عن
طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال كده انه هذا الرجل عنده يعني طموحات بلا حدود، وانه هناك حاليا مصر بتتحرك لقدام، في رؤية طموحة لرئيس مصر، وانه الرئيس النهاردة بيشتغل في كل حاجة، وانه عليكم كشركاء لينا واقرب الشركاء لمصر للشركاء الاوروبيين، عليكم تستفيدوا من ما يتم على ارض مصر اللي هو الشغل في كل مناحي الحياة بما فيها، اتكلم على ألف مبادرات كثيرة جدا، ومنها المبادرة الأهم مبادرة حياة كريمة، وقال لهم ان هذه المبادرة وصل الفقراء، قال هذه المبادرة اللي اتعملت هدفها فقراء مصر اللي عددهم 57-58 مليون هيستفيدوا منها، وقال ان المبادرة رايحة لأفقر أفقر ناس موجودين على أرض الوطن. الرئيس قرر بهذه المبادرة المهمة ان انا رايح لهؤلاء الفقراء اللي عددهم 58 مليون مواطن يستفيدوا منها، واللي هتتكلف حوالي 700 مليار جنيه حتى الان، ممكن تزيد عن هذا الرقم. اكد النائب محمد ابو العنين خلال ترأسي لاجتماع مجلس الاعمال المصري الاوروبي مع 32 سفيرا بكرر، منهم الولايات المتحدة، منهم بريطانيا، منهم روسيا، منهم كندا، بلجيكا، البرتغال، ليتوانيا، سنغافورة، عدد يعني كبير من السفراء اللي كانوا حاضرين ومشاركين في هذا الاجتماع المهم. كلم أيضا فيما يتعلق به احنا أصدقاء، يعني مصر مع الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة دول صديقة، الدول الصديقة لازم يكون لها موقف، وهو بيتكلم هنا على قضية السد الإثيوبي، وقال انه في اتفاقيات بدات من 1902 وليست ولدت اليوم، وحتى 2015 الدول وقعت على هذه الاتفاقيات، وانه مصر مستعده للتعاون مع اي دوله، ولكن لا يكون هذا الامر على حساب الحقوق التاريخيه للشعب المصري في الميه. وقال ليهم وهو بيشاور كان على النيل، لو معانا اللقطه زي كده لو موجوده، بيشاور على النيل، بيقول لهم النيل بالنسبة لنا هو حياتنا، ومصر هبة النيل، وإحنا ما عندناش مصادر مية أخرى إلا مية النيل اللي آلاف السنين بتجيلنا، وحصتنا موجودة 55.5 مليار متر مكعب. مصر بتعمل حاجات أخرى، محطات معالجة وغيره، ولكن إحنا بنتكلم على حقنا التاريخي في المية، وقال ده حقنا مصر ما بتفرطش فيه، وقال عليكم أنتوا كأصدقاء لينا وشركاء لينا كلكم يكون لكم موقف، الموقف ده انه ما تكونوش، ما معناها كده نقدر نقولها بلغتنا الدرجة، لا تقف موقف المتفرج، لا احنا عايزين لكم دور ودور داعم، لانه عندنا حق، وهذا الحق بيساعد 100 مليون مواطن، وهناك اتفاقيات واضحة ملزمة ومحددة، عايزين نصل لاتفاق، اتفاق قانوني وملزم، ورئيس مصر اتكلم عليه أمام الأمم المتحدة، اتكلم عليه مع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، مع رؤساء مع روسيا، مع المملكة المتحدة. ادي اللقطة اهو، نائب محمد العنين بيتكلم على النيل وهو بيقول لهم ادي النيل ما عندناش غيره، ده مسألة تاريخية، ادي هبة مصر، هبة النيل وحياتنا في المية ديت. طبعا سفير الروسي اهو موجود على اليسار، باقي السفراء موجودين، بيقول لهم يا جماعه الميه دي ما عندناش غير الميه دي، الميه دي بقى لها الاف السنين، وعندنا اتفاقيات منهم، او 1902 كان عدد سكان مصر تقريبا 17 مليون، النهارده عدد سكان مصر 100 مليون. فاحنا عايزين دوركم يكون دور باعتباركم دور الصديقه، تساعدوا البلد باعتباركم كمان الشريك الاكبر لينا. مصر النهاردة عندها حقوق كاملة ولها حق تاريخي، واحنا ما قلناش لا احنا بنتعاون، عايزين نتعاون مع كل الدول، بس كمان لا يكون هذا الامر على حساب حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. فدوركم مهم جدا معانا، دوركم تساعدوا مصر وتساعدونا ان احنا كمان حقنا هنحافظ عليه كدولة. والرئيس قال هذا الكلام عدة مرات، اتكلم على الفرص المتاحة بالنسبة للاستثمار في مصر، وقال انه مصر هي بوابة افريقيا. كورونا ادت الى يعني مشاكل في كل دول العالم،
أحدثت مشاكل نتيجة لكورونا، الاستثمار تراجع، حركة التجارة تراجعت، حاجات كثيرة تراجعت، ولكن ما النهاردة العالم بيعود مرة أخرى للحركة، حركة التجارة بتعود، الاستثمار بيعود، لأنه العالم في الآخر مش هيقفل مدى الحياة، ناس عايزة تعيش، ودول العالم كلها شعوب العالم عايزة تعيش، وبالتالي هناك استثمار. مصر النهاردة عندها حجم كبير جدا من الاستثمارات اللي بتعمله مصر، قال لهم كده عندنا مشروعات كبيرة جدا هي فرص حقيقية لكل دول العالم انها تستثمر في مصر، وقال لهم احنا بنقول لكم تفضلوا، احنا غيرنا قوانين كتير جدا، هذه القوانين اتعملت في مجال الاستثمار، في مجال النهاردة عندنا كهرباء بنصدر طاقة، وبالتالي الغاز موجود متوفر، الكهرباء موجودة متوفرة، وبالتالي محدش عنده مشكلة في أزمة طاقة على الإطلاق. دولة النهاردة عملت بنية تحتية هائلة تساعد الاستثمار، تساعد مناخ الاستثمار، أي مستثمر النهاردة سيجد الفرصة الحقيقية الموجودة في مصر، مش هيلاقيها إلا في مصر، وعلى شركائنا أمريكان، أوروبيين، أسيويين وغيرهم يساعدونا ييجوا يستثمروا في مصر، عندهم فرص بجد وفرص حقيقية. بنتكلم عن استثمار يستهدف 100 مليون ويستهدف القارة الإفريقية اللي احنا بوابتها 1.4 مليار كمان، فبنتكلم على 1.5 مليار أي حد يستثمر في مصر، احنا بوابة إفريقيا تفضلوا، عندنا مناطق كبيرة جدا، عندنا قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس النهاردة تقدر، في الروس بيشتغلوا، ألمان شركات تبقى موجودة، غيرهم دول كثيرة تبقى موجودة معانا في كافة المناطق. اتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، اتكلم على محافظات مصر وعلى ما يتم من تطوير في محافظات مصر، وهي مبادرات للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو مصر أخذ الدروس من الماضي وبالتالي بتحاول تغير حياتها وحياة شعبها. تحدث عن المشاركة وأهمية الشراكة مع كافة دول العالم وخاصة مع الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة الأمريكية، تكلم على الطموحات اللي موجودة، تتحدث عن الاستقرار، وأنه أي هو الاستقرار اللي موجود في مصر ده بيكون عنصر رئيسي في الاستثمار، لأنه مع في استقرار في مصر، وقال لهم أديكم شايفين وأنتوا عايشين. طبعا حي السفراء الجدد وشكر كمان السفراء اللي أنهوا خدماتهم وعادوا إلى بلادهم أو راحوا أماكن أخرى خارج مصر، ولكن خدموا سنوات موجودة في مصر، شكر السفراء الجدد اللي هم يتولوا مسؤوليات، وأيضا السفراء اللي هم يعني كانوا موجودين على مدار السنوات الماضية. اتكلم وقال لهم لو سمحتوا إحنا عايزينكم تكونوا ليكوا دور الوسيط وسطاء معانا في أزمة السد الإثيوبي، مش عايزينكم متفرجين، لا إحنا يعني بحكم العلاقة اللي بيننا، بحكم الشراكة اللي بيننا وبينكم، أن تكون ليكوا دور الدور الوسيط، وليس ولكوا كمان دور ضغط أو ضغوط تمارسوها، لأن احنا كمان في الآخر مش عايزين أي حاجة، مش عايزين أن يحدث تهديد للأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة وهذا الإقليم، مش عايزين الكلام ده، وبالتالي ما عايزين درء أي مخاطر عن المنطقة وعن لأنه ده يهدد كمان السلم العالمي، لا قدر الله حصل أي مشكلة السلم العالمي يهدد، احنا بنتكلم على منطقة يعني وبالتالي على هذه الدول يكون ليهم، قال لهم أن أنا بدعوكوا تكونوا في هذا الموقف موقف الوسيط للوصول إلى حل حقيقي ووصول إلى اتفاق قانوني وملزم يساعد كل الدول، وألا يكون هذا الأمر على حساب حق وحياة الشعب المصري. تعالوا نتابع ماذا قال النائب محمد أبو العنير رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي خلال اللقاء مع 32 سفير منهم الولايات المتحدة، منهم إنجلترا، منهم روسيا، كندا، بلجيكا، عدد كبير من، بقول لحضراتكم اجتماع مهم جدا ورسائل مهمة وواضحة، الرسائل إيه اللي هي تصل السفراء، خلي بالحضراتكم في هذه النواحي طبعا كله إيه، هم عارفين هذا الرجل بيتكلم النهاردة كمجلس أعمال، ولكن عارفين مكانه أيضا، مكانه السياسية البرلمانية، وبالتالي الرسائل اللي بتطلع من هنا كل سفير بعد كده بيبقى عارف الرسائل مهمة ليه من هذا الاجتماع المهم. بقول لحضراتكم لأول مرة يكون في 32 سفير في مكان واحد، نسمع ماذا قال محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، ولكن هو يتحدث الآن هذا الاجتماع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.
أعتقد أنه قد حان الوقت عن أن نتحدث عن المستقبل المصري. اليوم كما يعلم الجميع تتحرك إلى الأمام، إنها انطلقت بالرؤية الجديدة لعام 2030. الرؤية طموحة جدا، تتحدث عن كل شيء في كل الأوجه وفي كل مكان وفي كل نشاط بطموح، وهذا ما يمكن أن نفعله معا، وهو ما أطلبكم منكم، كيف نستفيد من هذه الاستفادة من هذه الرؤية معا بين مصر والمجتمع الأوروبي في المستقبل. لقد عقدنا اجتماعات كثيرة معا، ونعتبر المجتمع الأوروبي أو الجماعة الأوروبية هي الأقرب، الشريك الأقرب، واليوم جاء وقت تدمية هذه العلاقة. وأسأل ما هي الدروس التي استفدناها من هذه الحركة خاصة للمستقبل؟ أعتقد أن كثيرا من المشاكل حدثت خلال هذه الجائحة، خاصة بالنسبة لسلسلة الإمدادات، وكذلك تراجع الاستثمار وحركة التجارة. الوقت حان الوقت اليوم أن نتحدث اليوم، لأن في هذا الاجتماع سنناقش في هذا اللقاء. أرحب بكم جميعا وأشكر الناس الذين غادروا، وكذلك أقول ما هو برنامجنا. يسرني كثيرا أن أرحب بالسفير الأمريكي والسفير الكندي الذي حضر، وكذلك السفراء الذين أرون لأول مرة لحضور هذا الاجتماع. كما تعلمون هناك هدف كبير في مصر يمكن أن نحققه وأن نحقق أحلامنا معا. مصر اليوم كما تعلمون وضعت رؤية ومنحت فرصة للمستثمرين المباشرين الأجانب، فرصة عظيمة لأن نتحدث عن المستقبل وأن نوفر الفرص لاستخدام مصر كبوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط. أعتقد أن قانون الاستثمار قد تم إصداره، وكثير من الاتفاقات التجارية الحرة قد تم، خاصة في المنطقة الصعيدية وكذلك في قانون الاستثمار. أعتقد أننا إذا ما جلسنا مع بعضنا البعض وبدأنا التحدث عن الفرص المتاحة سنجد فرصا كبيرة. الرئيس السيسي كان يرسم هذه الرؤية الجديدة، وكما تعلمون فإن حدود رؤية السيسي هي السماء لا حدود. كل يوم لدينا مبادرات جديدة منه، وأعتقد أن الجميع يسمع عن آخر مبادراته وهي التي تسمى حياة كريمة، وهي تتكلف 700 مليار جنيه مصري لجعل 58% من الشعب المصري سعداء. هؤلاء هم الفقراء الذين لم يلمسوا ثمار التنمية في الريف وفي أفقر مناطق مصر. اليوم ستكون لديهم قرية ذكية وحياة ذكية، سيتمتعون بحياتهم بهذه المبادرة. هذه آخر المبادرات، ولكن هناك كثير من المبادرات. يسرني أن أعتقد أن بعضكم زاروا بالفعل العاصمة الإدارية الجديدة، وأعتقد أنكم تنقلتم في ربوع مصر، ورأيت وخاصة الذين جاءوا قبل وقت طويل يدركون الفرق بين الماضي والحاضر. يمكن أن يروا القاهرة والأسكندرية لامتدادات مصر. الرقم الواحد سأقول عليكم طول الطريق قبل 7000 سنة حتى 6 سنوات مضت، كان كل المصريين يعيشون بجوار النيل، وهذا يمثل 5 إلى 6% من المساحة جمهورية مصر العربية. الخطط اليوم أن نعظم هذه المساحة إلى 14%، أي أكثر من الضعف، وهذه مساحة كبيرة. ولذلك نرى العاصمة الإدارية الجديدة إنها تكبر عن مساحة مصر 3 مرات، فللمستقبل هي استثمار كبير. هناك كثير من المكونات بداخلها، قصة الطاقة، الشركة الإيطالية إني أبلت بلاء حسنا في استخراج الغاز في الشرق المتوسط، لقد وصلت إلى أكثر من 30 مليار
دولار، استثمرت أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، أعتقد أن قصتها الطاقة والطاقة الخضراء وكذلك استصلاح الأراضي الزراعية والصناعات الجديدة والمناطق الاقتصادية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة، هذه كلها فرص عظيمة للجميع، ليس فقط لمصر ولكن لكل السوق في أفريقيا. مصر وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الدول الأفريقية التي تضم 55 دولة أفريقية تتحرك فيها البضائع دون الجمارك. طبعا هناك بعض المشاكل في النقل وهناك بعض المشاكل الأخرى، مشاكل بيروقراطية على سبيل المثال، ولكن كل المشاكل يمكن حلها. ويسرني عن ما سمعت كل منذ الأمس وقبل الأمس أن كل العوائق أمام السياح البريطانيين وكذلك كما تم إزالة الحواجز مع أمام السياح الروس، لن تكون هناك عوائق، لن تكون هناك حواجز، وهذه فرصة عظيمة أن أرحبكم مرة أخرى في شرم الشيخ وعلى البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر وفي كل الأماكن المصرية هذا العام، وفي الشهر القادم ستكون هناك مناسبة كبيرة عظيمة، لابد أن تزوروا اللوكسور، سنفتح طريقا جديدة للكباش، ننتظر الآن تحديد الوقت لافتتاح المتحف الذي هو الأعظم في العالم والأكبر في العالم، كل شيء يحدث وسوف يحدث في المستقبل من أجل مصر، إنها فرصة عظيمة لأن نرى ما حققناه لتنمية الاستثمارات والتجارة وحركة السياح. لا أود أن أخذ أكثر من ذلك الوقت لأحكي ما يحدث في مصر، فأعتقد أن كل السفراء هنا أصدقاء ويمكنهم أن ينقلوا هذه الرسائل إلى بلدانهم ليقولوا ماذا يحدث في مصر. فمصر اليوم فرصة عظيمة للاستثمار لأول المستثمرين، يمكنهم أن يحققوا الأرباح، وهي فرصة للصناعة التكنولوجية الحديثة، فأهلا بهم. وهناك سيمنز هنا تبدو بلاء حسن، وكل الشركات الأخرى التي عمل في حقل البترول وفي غيرها من أنشطة يمكنها أن تفعل كما فعلت سيمنز في مصر. أعتقد أن إذا ما وضعنا أيدينا في بعضنا البعض غدا وطورنا فرصنا فسوف نحقق الهدف وسوف نحقق الخير لبلدنا ولكم. ورحب بكم مرة أخرى وأن أراكم في منتجعاتنا في شرم الشيخ والغردقة في أي وقت، سوف نخطط لدعوة خاصة لكم في منتجعنا في الغردقة لقضاء يومين أو ثلاثة أيام، لدينا منتجعات لطيفة هناك يمكنكم أن تستمتعوا بها. انتهيت، شكرا جزيلا على الحضور وعلى المشاركة، وأشكر كل الذين غادروا مصر وانتهت مهماتهم، وأقيم وأثمن جهودهم. أرحب بكم مرة أخرى كأصدقاء وكسفراء لنفعل شيء معا. شكرا جزيلا لكم. كلام واضح زي ما بقول لحضرتك، وهي رسالة بتبقى واضحة من الأول، هدفك إيه من هذا الاجتماع؟ عن سفير أمريكا موجود، بريطانيا، روسيا، بلجيكا، يعني السفراء اللي موجودين، بتكلم على 32 سفير موجودين في هذا الاجتماع المهم، تكلم على رسائل بتوجه ليهم بتقولهم تفضلوا ادي مصر النهاردة. وطبعا هم فيهم أكيد ما هم بيلفوا وبيشوفوا، لكن بقول لحضرتك معنى أنه المعلومات تتقال، الأفكار اللي مطروحة تتقال، وضع عندنا الاستثمارات، الموقف إيه، كورونا واللي حصل في كورونا، فيما يتعلق بالمناطق اللي موجودة في مصر، عندنا كم منطقة جديدة بنشتغل عليها، الجمهورية الجديدة معناها إيه، مش مباني ولكن فيها فكر جديد، فيها طموحات، استثمارات في مصر، شاركوا في هذه الاستثمارات. الوضع اللي عندنا النهاردة مهم، والوضع اللي عندنا فيه تغيير كبير جدا، رؤية مختلفة لمصر، مصر عندها طموحات، رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده طموحات كبيرة جدا، مصر بتتحرك لقدام النهاردة، وبالتالي إن احنا مصر بتشتغل في كل حاجة، كل منطقة شغالة فيها، المحافظات شغالة، الريف شغال، مبادرات كبيرة جدا شغالة، وبالتالي بيقول لهم اتفضلوا عندنا فرص متاحة. مصر النهاردة ادت منحت
فرصة كبيرة جدا للمستثمرين يقدروا يتواجدوا في مصر وعلى أرض مصر. تغييرات حدثت في القوانين وبالتالي ده دعم للاستثمار. كل شيء النهاردة موجود في مصر. الجزء الثاني بعد ما المؤتمر وبعد كده بدأ يتكلم عدد من السادة السفراء وتعقيبات وحاجات، ولكن هيبقى ليهم تصريحات معانا بعد شوية. بعد كده كان فيه غداء عمل. غداء العمل ده حضراتكم عارفين اللي هو قدام حضراتكم. احنا النيل، ادي النيل، النيل بتاعنا. قال لهم كده، قال لهم ده النيل، النيل مصر هبة النيل. وقال ان انا يعني زي ما بقول لكم ان احنا الوضع اللي عندنا، اتفضلوا ادي النيل اهو، ده حياة الشعب المصري، حياة المئة مليون، ما عندناش حاجة تانية. فحياة المئة مليون مصر مش هتتنازل عن حقوقها المائية. قال كده، وكلام يعني كلام رئيس عبد الفتاح السيسي واضح، والدولة المصرية ومؤسساتها كلها واضحة في هذه النقطة. أكد لهم النهاردة هذا الكلام، لأنه بيتكلم قاعدين طبعا زي ما بقول لحضراتكم كله زي ما احنا بنشوف كده. قال لهم احنا مصر مش ضد التنمية في إثيوبيا على الإطلاق، لكن مش عايزين حصتنا حد يقرب منها، وحقوقنا التاريخية محدش يقرب منها. احنا عندنا حقوق موجودة آلاف السنين، هذه الحقوق موجودة، مش هنسمح حد يقرب من هذه الحقوق. اتكلم على ان الوقت حان ان انتوا تساندوا مصر وتساندوا الموقف المصري في مية النيل، وان احنا مصر مصممة على انها تاخد حقوقها كاملة في مياه نهر النيل. قال لهم ان انا يعني مش عارف هل انتم معارضين للسد واللي بيحصل ولا لا. يعني كان مسألة ايضا بيستفهم، بيقول لهم انتم معارضين لموضوع السد واللي بيحصل في هذا الامر ولا لا. وبيقول لهم انا احنا بندعم، مصر بتدعم التنمية والاستثمار، ولكن كمان في نفس الوقت انه اثيوبيا بتصدر مشاكل، انها بنت سد باجراء وبقرار احادي، ملئت الملئ الاول والثاني بقرارات احاديه بعكس القوانين واللي هي موقعه عليها، فخدت اجراءات احاديه. وقال هذا امر في انتهاك للحقوق التاريخيه لمصر، وبالتالي احنا في اتفاقيات، وهذه الاتفاقيات بتدينا 55.5 مليار متر مكعب. احنا بالمناسبه مصر يعني حاجتنا من المية حوالي 115 مليار متر مكعب. طيب عندنا 55 مليار مية النيل، فاحنا علينا ان احنا بنقوم بتوفير باقي المية اللي احنا محتاجينها كشعب مصري. بنصرف عشرات المليار، مئات المليارات عشان نوفر مية للشعب وللأرض والزرع وغيره وغيره. اتكلم ايضا على اللي هو ناشد، وقال كده لما ناشد زملائنا انهم يدعموا الموقف المصري، وانهم يعرفوا حقيقة موقفنا وتمسك مصر بحقها. وقال لهم خلوا بالكم انه في معلومات كاذبة بيتم الترويج لها في الخارج، وخاصة اثيوبيا تروج معلومات كاذبة. قال لهم لازم تعرفوا الحقائق مننا، من خلالنا. وانا بقول لكم اهو من خلال هذا الاجتماع وهذا المجلس، وانتم موجودين معانا، بقول لكم المعلومات الحقيقية في هذا الملف، ملف السد. تعالوا نتابع ماذا قال النائب محمد أبو لنين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي في هذا الاجتماع مع 32 سفير، منهم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وعدد من السفراء. نتابع. نحن نجتمع هنا لنحييكم ونرحب بكم. نحن نجلس على النيل، النيل هو حياتنا، النيل حياة المصريين. لا يمكن أن يشكك أحد في حقوقنا التاريخية بماء النيل، حقوق تعود لآلاف السنين. النيل هبة الله للمصريين، أنا أعتبركم زملاء وأصدقاء. حان الوقت الآن لتساندوا حقوق مصر. حقوق المصريين لن نتركها أبدا، فالمصريين مصممين على أخذ كل حقوقهم كاملة. لا أعرف إن كنتم معارضين للسد ولما يحدث، ولكنني أقول أننا لسنا ضد سد أثيوبيا، نحن ندعم التنمية والاستثمار والتقدم، ونحن حتى وافقنا على المساهمة في بنائه، ولكن المشكلة هي أن حقوقنا تنتهك، حقوقنا التاريخية استنادا للاتفاقية التي وقعنا عليها منذ 100 عام،
وبالتحديد عام 1902، وتنص على حصولنا على 55 مليار متر مكعب، وحينها كنا فقط 17 مليون نسمة. اليوم نحن 110 مليون نسمة. نحن بلد فقير في المياه ونحتاج المزيد. على الرغم من امتلاكنا برامج كبرى لتحلية مياه البحار وأخرى للمياه الجوفية، ولكننا لدينا حق في النيل. النيل وهب الحياة لمصر وأعطى الفلاحين عملهم ومكن الريف من الإنتاج وأيضا أعطانا الحياة. لذا أنا أناشد زملائنا أن يدعموا هذه القضية وأن يفهموا حقيقة القصة، لأن هناك الكثير من المعلومات الكاذبة تروج عنها. وأريد أن أؤكد لكم أن دوركم في غاية الأهمية، ليس فقط كمراقبين ولكن كوسطاء، أن تشاركوا في القضية، أن تضغطوا على الأطراف ليعودوا إلى الحوار، حوار عادل يصل إلى حل. فنحن نريد حل سلمي، وهذا لتجنب مشكلة أكبر لمصر وأوروبا أيضا. فنحن لدينا ملايين الفلاحين، إلى أين سيذهبوا إن فقدنا المياه؟ ماذا عن طعامنا وإنتاجنا؟ هذه هي القصة الحقيقية. يؤسفني إثارة هذه القضية الآن، ولكن هذا للتذكرة بدوركم وأهمية تدخلكم في الوقت الحالي. نحن نحتفل بالجمهورية الثانية، جمهورية مصر الثانية تمثل حدث عظيم هنا في مصر، والجمهورية يمكن أن تتطور أكثر وتساعد أيضا البلدان الإفريقية على التقدم، بما فيها إثيوبيا والسودان وكل البلدان الإفريقية. فمصر هي البوابة لقلب إفريقيا وصولا لجنوب إفريقيا، كما أن هناك العديد من المشاريع التي تم التخطيط لها ودراستها لعمل طريق يربط القاهرة بكيب تاون. وأنا أغتنم فرصة وجود جهات تمويل بيننا الآن كبنك الاستثمار الأوروبي. هذا مشروع عظيم ويجب أن يتم دراسته وتمويله باعتباره طريق تنمية عظيم يبدأ بالقاهرة ويصل إلى كيب تاون. بالطبع سيساعد في نقل الأفراد والبضائع ويتيح فرصة إنشاء مناطق صناعية جديدة بالجانبين، ومناطق اقتصادية جديدة، ومناطق سكنية أيضا، وما إلى ذلك. لذا هذا ما يمكن أن تساعد فيه بالمستقبل. لدينا جدول أعمال طويل نناقشه في هذا الموضوع، ولكن ليس اليوم. أنا أثرت الأمر للتذكرة فقط، وشكرا لكم جميعا على حضوركم. ده الكلام الواضح، والكلام هنا عن النيل، عن نهر النيل، عن حياة المصريين، عن دور الدول الصديقة معانا ودورهم في دعم موقفنا، موقف مصر. ولكن أكد لهم كمان مرة أخرى أنه ده حقنا، وحقنا مش هنتنازل عنه. إحنا مش ضد أبدا أن إثيوبيا تقوم بتنمية على الإطلاق. ده مصر عرضت، قال كده نعم محمد بن علينا، مصر عرضت أنها تساهم وتكون موجودة في موضوع السد. مسألة مش سد، المسألة أنه اتخاذ إجراءات أحادية، سواء فيما يتعلق بالملء، فيما يتعلق بالبناء، فيما يتعلق بكل شيء، أو يعني التصعيد اللي بيتم من جانب إثيوبيا. قال لهم محتاجين أن أنتوا يعني يكون لكم دور، مش مسألة بتراقبوا خلاص، لا، يكون ليكوا دور كدول، دور وسطاء، وليكوا دور واضح. اتكلم على مصر وتحتفل بالجمهورية الجديدة إن شاء الله مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة. اتكلم أيضا على تأثير المية، لا قدر الله حصل أي مشكلة، المية هي اللي بتؤدي إلى وجود حياة. المية والفلاحين والزراعة اللي موجودة النهاردة، لو بنتكلم على حق تاريخي لنا، النهاردة عدد سكاننا أكثر من 100 مليون، محتاجين موارد مائية إضافية غير حصتنا الأساسية والرئيسية والتاريخية من مياه نهر النيل. وده حق زي ما قال كده انه محدش هيقدر يقرب له، وان احنا سنحافظ على حقنا التاريخي. بنطلب من الدول، او طلب من الدول، وقال زملائنا يعني بطلب بكل يوم دور كبير في دعم الموقف المصري فيما يتعلق بالسد الاثيوبي. ده كان اجتماع مهم مع النائب محمد بولانين رئيس مجلس الاعمال المصري الاوروبي، 32 سفيرا منهم الولايات المتحدة الأمريكية، مرة تانية بقولها، روسيا، إنجلترا، كندا، بلجيكا، البرتغال، لتوينيا، سنغافورة، عدد آخر من البرتغال، من السفراء اللي كانوا مشاركين في هذا المؤتمر، فنلندا، في عدد كبير من السفراء. هيكون بعد شوية معانا تصريحات مهمة لست سفراء
ست سفراء لهم تصريحات معانا خاصة بينا. بعد شوية أكيد إن شاء الله يكون جهزت هذه التصريحات عشان نعرضها مع بعض تباعا، لأنها مهمة، والسفير الإنجليزي بيتكلم كمان كلام مهم هنتكلم عنه بعد قليل. روح كمان البحر الأحمر النهاردة، لواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كان عنده أيضا وفد دبلوماسي من 12 دولة موجودين في البحر الأحمر. مهم الحركة مع السفراء، أنه خلي بال حضراتكم إحنا في ظل كورونا النهاردة كل دولة عايزة بلد آمنة مستقرة، وضعها الصحي كويس، مسيطر عليه، عنده الإجراءات، وده اللي يخلي الدول النهاردة السياحة تروح لفين، الاستثمار يروح فين. فإحنا بنتكلم على مصر، الحمد لله إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله يكون استثمار نتمناه، سياحة نتمناها إن شاء الله. نروح لسيادة المحافظ، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وأهلا بالسادة المشاهدين. أيضا اجتماع آخر مهم في الغردقة مع سيادتك، مع 12 وفد دبلوماسي من 12 دولة، إيه اللي حصل في هذا الاجتماع؟ هو الحقيقة فندم الـ 12 دولة، وطبعا هم من الاتحاد الأوروبي، وكانوا مركزين للغاية زي ما حضرتك تفضلت وقلت. هو النهاردة فعلا بيبحث النهاردة أو بيتأكد من كافة الإجراءات الاحترازية، لأنه من الواضح أنه هو إن شاء الله بإذن الله خلال المرحلة اللي جاية حيبتدي ينفتح من خلال، أو في ضغوط عليه، وده يمكن كان محور كلام مع بعضهم، يعني إن هم ييجوا للمقصد السياحي اللي هو الغردقة، خاصة وإن في عدد كبير جدا من المواطنين من هذه الدول سبق ليهم التردد على هذا المقصد، ويعني طالبين بقى ان هم يبتدوا يتحركوا في هذا الاتجاه. وبالتالي دي كانت تعليمات من دولهم نفسهم للتأكد من كافة الإجراءات اللي مصر يعني بتتعامل معها، خاصة فيما يتعلق بكورونا. هم تفقدوا النهاردة الإجراءات في المطار، والحقيقة أشادوا بيها جدا كويس. من منذ وصول الراكب ولغاية خروجه، ثم بدأوا يعني في القعدة معايا يسألوني. طيب سيادة المحافظ، قبل ما أروح اللقاء، هم الـ في المطار شافوا على الطبيعة اللي بيتم التعامل مع الوفود اللي جاية. بالضبط كده. بالضبط، والإجراء بيتم قصاده، يمكن شاف طيارات واصلة وركاب واصلين، يعني كان الموضوع بيتم قصاده بشكل طبيعي جدا، وده ما يتم بشكل يومي، او بالنسبه لنا ده زي ما بيقولوا المانيوال الطبيعي بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه. هنا قالوا ايه على الاجراءات اللي بتتم في المطار؟ لا الحقيقه اشادوا بيها جدا جدا، اشادوا بيها جدا، ويمكن بعض منهم في حديث ثنائيه بقى، يعني مش مجتمعين، قالوا ان الاجراءات اللي موجوده عندكم في المطار واللي احنا شفناها مش موجوده في عدد كبير من الدول الاوروبيه. كويس قوي. يعني يعني فعلا، وكان الكلام الحقيقه مفتوح جدا. طب ممكن سيادتك تقول لنا بعد اذن انا اسف، كانوا بيسالوا في ايه بالظبط؟ بيدققوا في ايه بالظبط؟ هم كانوا بيسالوا بصفه عامه برضو على استكمال بقيه هذه الاجراءات في فنادق، يعني لما الفنادق بقى لما يبتدي يوصل للمنشاه السياحيه. وهم نازلين فعلا في احدى المنشات السياحيه، والمنشاه السياحيه الحمد لله اللي موجودين فيها في عدد من السياح، فكانش برضو محتاج الموضوع لشرح طويل جدا. يمكن احنا قلنا لهم ان في لجان او لجنه أساسية مشكلة، دي بتضم وزارة السياحة، بتضم وزارة الصحة، بتضم المحافظة نفسها للمرور على كافة المنشآت السياحية ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الفنادق بيها، خاصة ما يتعلق أيضا يعني حتى يمكن احنا أيضا المرور دلوقتي أصبح يشمل المطبخ والمطعم، علشان حتى العملية ما تبقاش بس فقط مجرد هي عدوى كورونا، لو حصل لا قدر الله حالات تسمم، لو حصل اي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن اللي انا قلتها لهم ان احنا المحافظه اللي تجاوزت يمكن ال 80%، احنا داخلين على ال 80%، قبل نهايه السنه هنكون استكملنا 100% من تطعيمنا لكافه المواطنين في محافظه البحر الاحمر. 100% البحر الاحمر؟ 100% ان شاء الله، ان شاء الله يعني احنا داخلين على 100% هايل باذن الله. فبالتالي دي برضو كانت حاجه مطمئنه ليهم. استطلعوا معانا نوع التطعيمات اللي احنا بناخدها، فانا برضو بلغتهم ان احنا بناخد، احنا متوفر لدينا كافه الانواع كويس، وان دي بتخضع للطبيب نفسه،
الطبيب والمريض، إذا كان مريض مثلا بأمراض معينة أو سن معين فبيصلح له تطعيم بشكل معين. ولكن ده هل حددوا السياح بتوعهم لما يجوا ياخدوا تطعيم؟ يعني أقصد لو حد تطعيم بعينه، يعني مثلا قال لك اللقاح كذا بلاش أو ده مش كويس، هل قالوا كده؟ تماما تمام. هم يمكن اتكلموا سألوا سؤال عكسي هو هل يحق لينا لسياحنا ان هم لو حبوا ان هم يطعموا او للناس بتوعنا ان هم يقولنا لهم يحق؟ لا يعني مفيش مشكلة، قلت لهم ان احنا على استعداد نطعم اي يعني مفيش يعني مفيش مشكلة بالنسبة بالنسبة للموضوع ده لا يعني يجي سياحة وممكن يطعم وده يعني بالتنسيق مع الصحاب بيتم مش بيتم فالحقيقة قلت لهم ان الباكسين متوفر عندنا ومتوفر على مستوى الجمهورية وان يمكن حركة السياحة دي بيثبتها وجود تنظيم لمهرجان خلال الاسبوع دوت والحمد لله الامور ماشية تمام، تمركزات موجودة بتاعتنا في كل مكان خاصة بوزارة الصحة والعربات يمكن موجودة هم شافوها بنفسهم اللي هي 100 مليون صحة موجودة متمركزة عندنا في معظم الأماكن الرئيسية في مدينة الغردقة ويعني على امتداد المحافظة. نعم، في الآخر رسائلهم الواضحة كانت إيه أو إيه الحاجة اللي وقفوا عندها بصراحة؟ أنا شعوري لا أبدا شعوري إن هم يعني في حالة ارتياح ويمكن أنا وضحت لهم إن أنتوا انا بتكلم الكلام دوت ويمكن انا بدات بزي نوع من انواع المقدمه او البرزنتيشن لان انتوا لازم تحصلوا على معلومه تقدروا ان انتوا تبلغوها لدولكم وهذه المعلومه بالنسبه لنا احنا مفيده جدا ان هي توصل بشكل سليم لان دوت هيفتح لينا مجالات لمقاصدنا السياحيه. هل سالوا اذا كان في اصابات ولا لا بين السياح؟ سالوا على في حاله وجود اصابه ما هي الإجراءات التي تتم؟ قلت لهم إن أساساً إحنا في الموجة الرابعة، يعني أنا كان ردي قلت لهم إحنا حالياً في الموجة الرابعة، كلنا بنشهد الموجة الرابعة، يمكن الموجة الثانية والثالثة كان على مستوى العالم بتشهد أشد أنواع الإصابات لأن ما كانش التطعيم يمكن وصل للمستوى ده. نعم. من بداية الأزمة وحتى نهاية الأزمة محافظة البحر الأحمر لم تشهد أزمات تتعلق لأنه ما كانوا بيسألوا على القدرة الاستيعابية بتاعت المستشفيات في حالة وجود أزمة فأنا وضحت ليهم وقلنا لهم إن إحنا دلوقتي في الموجة الرابعة وهي أقل من الثانية والثالثة فإحنا لم نشهد مشكلة في الثانية والثالثة وبالتالي ما كانش عندنا مشكلة ولا أزمة ولا عندنا أزمات في الأماكن ولا عندنا أزمات في أكسجين ولا عندنا مشاكل من النوع دوت. يعني هل شافوا مستشفيات ولا لا؟ شافوا النهارده المستشفى العام وشافوا بعض المستشفيات الاخرى وشافوا مستشفى الحميات، احنا عندنا مستشفى حميات كمان تم رفع كفائتها على اعلى مستوى يعني لا شافوا طبعا. هل ليه ملاحظه على المستشفى او المستشفيات؟ تماما يعني ما حتى يعني يمكن انا اتناقشت معاهم في الموضوع دوت وعندنا اماكن احنا الحمد لله متوفر عندنا كل حاجه والامور طيبه ويمكن ما عندناش حالات يعني الحمد لله يعني مش عاوز بقى نقعد نعم. يعني لا خلينا دايما في الحاجات الجميله والجيده اتكلموا على طبعا الناس دي جايه مش هتتحبس في الفندق، الناس دي جايه تتفسح طبعا. طيب واحنا هم بيتحركوا بالليل بالنهار في اي وقت على البحر الشاطئ، يعني الوضع ايه؟ اتكلموا على الوضع الصحي او نتعامل ازاي او كده. شوف فندم احنا عندنا ناس جيده من الاخر تنبسط يعني احنا بندقق قوي يمكن كمحافظه وبالتعاون طبعا مع مديريه امن البحر الاحمر ويمكن دايما انا على اتصال بسياده اللواء محي سلامه مدير الامن وراجل متعاون جدا. احنا التدقيق بتاعنا الشديد جدا بيكون على المواصلات العامه على التاكسيات، ضروره ارتداء الكمامه، الالتزام بهذا. اما الاماكن المفتوحه اللي هي لما بيكون عشان نكون بنتكلم بمنتهى الصراحه لما بيكون يعني الراجل نازل قاعد على البحر او يتجول في منطقة مفتوحة أو في الممشى السياحي أو في وسط البلد بدون فدي إحنا ما بن من يعني ما بن
يعني ما بنخشش في هذا الإطار. لكن الأماكن المغلقة بالتحديد أو أثناء التعامل أو داخل محل مغلق ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة، ودي بيتاخد فيها إجراءات عنيفة معانا. يعني قد تصل قد تصل إلى إغلاق المكان. يعني وهم عارفين الحقيقة الحكاية دي يعني. أولا يعني ببارك برضو لحضرتك حصولكم على المركز الأول رئيس الوزراء، وتكريمه لحضرتك ولمحافظة البحر الأحمر جائزة التميز الحكومي. ده يا فندم ده شغل زمايلي مش شغلي أنا. نعم. وأنا هنا مجرد أنا بأدير منظومة. نعم. والحمد لله يعني الناس اللي بيشتغلوا معايا ناس بتشتغل بحب وبتشتغل بكل إخلاص. نعم. وأنا من خلال حضرتك أنا نفسي بتوجه ليهم بالشكر. نعم. لا بس كمان ما هو لو ما فيش حاجة معمولة وفي يعني إدارة ناجحة مش هي كان ممكن الدنيا تبقى بايظة يعني. الحمد لله. فالإدارة الناجحة توصل للتميز. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. خلينا أيضا لأنه واضح الشتاء في أوروبا يعني السنة دي هيبقى مختلف، وبالتالي هم من بدري بيجروا جايين عندنا، فإحنا استعداداتنا لاستقبال أكبر أعداد تأتي إن شاء الله إلينا إن شاء الله إن شاء الله يا رب. استعداداتنا يعني كل الحاجات اللي هي الساي عايزها. بص يا فندم احنا مستعدين تمام. يعني أنا أشوف عشان بقى أختصر بفتاة كل كويس. الكلام ده لا من مستعدين الآخر. تماما منشآت من الآخر منشآتنا فعلا بدأت تستعد. احنا الحقيقة السادة المستثمرين برضو بالعكس لم يتوقف. يعني حتى لما كان بيعمل فترة الإغلاق وفترة كورونا كان بيستغلها أو بيستغل في أنه هو يجدد في المنشأ السياحي بتاعه. إذا كان عنده تجديد بيعمله هو كان عارف والحمد لله كان متيقن أن في يوم من الأيام هتعود. فبالتالي لما بدأت يعني يبقى في إلى حد ما تدفق جيد للسياحة إحنا ما وجدناش مشكلة في عملية إعادة الفتح أو الكلام ده. يمكن في اللجان بتاعتنا أثناء المرور بعض المنشآت، وده كان بالتنسيق مع وزارة السياحة، لقينا إن هي يعني مش جاهزة من الناحية مثلا الفنية شوية أو كلام زي كده، ودي تم اتخاذ إجراءات معاها وعدلت من وضعها وبتعدل من وضعها. فبالتالي المنشآت عندنا جاهزة. يمكن كمان هقول لحضرتك ان مرسى علم بدات تشد حيل يعني الحمد لله. يمكن ومرسى علم كمان بدات يعني حلو لحد ما تشد حيل. نعم. لا وخلاص دلوقتي كمان شبكه الطرق بقت يعني اعتقد في سهوله بالنسبه حتى اللي عايز ياخد عربيه يعني. لا الحمد لله الشبكه معقوله جدا. ما فيش يمكن عندنا يمكن حتى كان في اجزاء بسيطه جدا من الطريق ودي كان حتى مش اجزاء يعني مجرد تسويات في الطريق ودي لا تتجاوز مثلا امتار ودي تم حتى الشغل فيها وتسويتها خلال الاسبوعين اللي فاتوا. اشكرك شكرا جزيلا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر كل التحيه لحضرتك. اذا عندنا وفد موجود في القاهرة كان مع النائب محمد أبو العنين 32 سفير، وفد موجود مع سيادة المحافظ اللي هو عمرو حنفي البحر الأحمر 12 دبلوماسي من 12 دولة دول الاتحاد الأوروبي. كله النهاردة بيتكلم مصر، كله بيدور على مصر. تعالوا نتابع سفير بريطانيا في القاهرة. في 6 سفراء ولكن خلينا هتكلم على سفير بريطانيا في القاهرة. تصريح، تعالوا نشوف الأول قال إيه عن مصر وبعدين أرجع لحضراتكم. القاهرة مدينة مذهلة وهذه هي الزيارة الثانية لي، فقد جئت إلى هنا قبل 20 عاما والآن أقف مجددا أمام هذا النيل الرائع، وأرغب في شكر السيد محمد أبو العنين على هذا الاستقبال الرائع، وقد تحدث إلينا حول الجمهورية الجديدة والتطوير الذي يحدث على أرض مصر، وهذا أمر غاية في الأهمية لنا فنحن أصدقاء وشركاء. For me and for the United Kingdom, there is a special moment coming. بالنسبة لنا هناك لحظة هامة ننتظرها جميعا وهي القمة العالمية المرتقبة حول التغيرات المناخية، ورئيس الوزراء الإنجليزي السيد جونسون سوف يلتقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا من الضروري التركيز خلال الفترة القادمة حول بناء شراكات حقيقية خاصة حول ملف المناخ. ونحن نعلم أن مصر سوف تترأس القمة المقبلة، ونحن نعلم أيضا أن كلمة السر دائما هي الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء أو النظيفة، وأظن أن وزراء الحكومة المصرية والإنجليزية
سوف يعملون معا حول هذا الملف تحديدا، وبالتالي مصر سوف يكون لها دور هام خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بملف المناخ. In green energy, and by that way, Egypt will play her part leading the world to fight climate change. Mo Salah هو يعني ساحر، يعني he's a magician, he's incredible. مو صلاح هو ساحر، هو شخص لا يصدق، هو مثال رائع للموهبة وملهم للشباب حول العالم. ولولا أنني أملك كرش ولو فكرت في لعب كرة القدم مع صلاح، أعتقد أنني لن أصمد أكثر من دقيقة واحدة معه في الملعب. وإن كنت قد شاهدت هدفه الأخير أمام واتفورد، سوف ندرك جميعا أنه شخص لا يصدق. لقد أحرز هدفا مستحيلا من الناحية الفيزيائية، لكنه ممكن فقط لأنه مو صلاح. أنا أعتبر صلاح أفضل لاعب في العالم. ربما بعض السفراء لديهم لاعبون مفضلون آخرون، لكن مو شخص مميز للغاية، وأنا فخور به، وأهل مدينة ليفربول تحديدا فخورون بمحمد صلاح. ده تصريحات من السفير البريطاني في القاهرة، تحدث عن مصر، تحدث عن اللقاء مع النائب محمد أبو العنين، تحدث عن الجمهورية الجديدة، تكلم على عودته لمصر مرة أخرى، كان في السفارة ثم عاد بعد 20 عاما ليصبح سفيرا لبريطانيا، تكلم على أيضا التعاون ما بين مصر وبريطانيا، وهناك قمة المناخ اللي هتكون الفترة القادمة، هيكون في لقاء بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقال ان احنا هيتم التنسيق ايضا في ملف المناخ، لانه مصر هي هتكون كمان تستضيف قمة المناخ العام القادم. تكلم على التغيرات المناخية وما يتم في التغيرات المناخية واللقاءات والدعم ما بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، اتكلم على النيل وقال انا اقف على نهر النيل، والبلد اتكلم على مصر بلد الجميلة كالعادة. ولكن ايضا تحدث عن محمد صلاح، وقال ان محمد صلاح هو افضل لاعب في العالم. سفير النهاردة سفير بريطانيا بيقول كده، انه صلاح افضل لاعب في العالم، وقال صلاح ساحر، وصف صلاح بالساحر، وقال لو انا ما عنديش كرش ونطق باللغة العربية، كنت لو هلعب قدام صلاح مش هقعد قدامه، مش هصمد دقيقة أمام محمد صلاح، وأشاد بهدف محمد صلاح في ووتفورد اللي أسجله الأسبوع الماضي، وقال هذا هدف يعني غير مسبوق، هدف تاريخي لمحمد صلاح. محمد صلاح هو مو صلاح، هو مو صلاح، هو أفضل لاعب في العالم. هكذا تحدث سفير بريطانيا في القاهرة، سواء سياسة أو حتى رياضة، عن نجمنا وبطلنا العالمي بجد محمد صلاح. نتابع سفيرة البرتغال أيضا في تصريحات خصتها لينا مع زميلنا أحمد بيومي، ماذا قالت؟ Well, I can only say that this is a beautiful place. أنا سعيدة بالدعوة التي وجهت لنا لتقديم السفراء الجدد، كما أن بعضنا ليسوا جدد، ولكننا بررنا بفترة كورونا ولم تكن لدينا فرصة مماثلة للقاء والحوار. انطباعي عن هذا الاجتماع أن كل شيء في مصر يتطور وفق خطة مصر 2030، وخطط العمل هذه مفيدة جدا، لأنها توجه الوزارات من أجل الوصول لنتائج، كما أنها تخلق مناخ جيد للأعمال، فهذا يوفر الوضوح، وكان هذا مطلوبا، كما أنه سيعيد الأعمال ويساعد الجميع على التعافي من عام كورونا الصعب، حيث أن تأثير هذا العام غير واضح حتى الآن. لذا من الأفضل أن نستعد ونتمنى الخير لمصر وللعالم أجمع. سفيرة البرتغال تتحدث عن مصر وأنها سعيدة باللقاء، لقاء اللي عمله النائب محمد أبو العنين رئيس المجلس المصري الأوروبي، وقالت أنه طبعا لقاء كان فرصة أن احنا نعرف عن مصر وكل شيء يتطور على أرض مصر، وقالت أنه طبعا الـ هناك مناخ جيد في مصر خاص بالأعمال ورجال الأعمال والمستثمرين، وبالتالي طبعا اللي حصل في كورونا وتأثير كورونا أثر على مختلف دول العالم، ولكن واضح أنه في مصر هناك أرضية جيدة وأنه كل شيء بيتطور على أرض مصر. ماذا قال سفير بلجيكا في القاهرة أيضا في تصريحات خاصة وسريعة نتابع؟
كان اجتماعا هاما للغاية ومفيد لنا جميعا وتحديدا لسفراء الجدد للتعرف على زملائهم القدامى هنا في القاهرة. الاجتماع حمل الكثير من الرسائل الهامة على رأسها ملف سد أثيوبيا وحقوق مصر في مياه النيل وأن مصر دولة سلام وضمان سريان النيل بشكل طبيعي أمر لا شك فيه ويجب أن نعمل جميعا على هذا الأمر. سفير بلجيكا اتكلم على أهمية هذا الاجتماع، اتكلم على مشاركته في هذا الاجتماع، اتكلم على السد الإثيوبي وأنه وأيضا الاجتماع أنه هذا الاجتماع كان مفيدا للسفراء الجدد عشان يتعرفوا على ما يجري داخل مصر وعلى أرض مصر، اتكلم على ملف السد الإثيوبي وقال أنه ملف السد ومصر لها حقوق تاريخية وإنه مصر دولة سلام، وقال إن احنا أيضا يعني على الجميع إنه يكون له دوره في هذا المجال. ماذا قال أيضا سفير سنغافورة في القاهرة؟ نتابع. أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في مصر وبالتواجد في هذا الاجتماع الهام. كان اجتماعا مليئا بالمعلومات، والسيد أبو العنين أفادنا بالكثير من المعلومات حول التطوير الذي يجري على أرض مصر وعن مستقبل مصر المشرق. وأنا سعيد للغاية بالتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة المصرية. وسنغافورة هي رابع أكبر شريك اقتصادي آسيوي لمصر. نحن نستثمر هنا مليار دولار على الأرض المصرية، ونحن نؤمن أن سياسات الحكومة المصرية الجديدة سوف تساعدنا على ضخ مزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل. سفير سنغافورة طبعا بيشكر نائب محمد أبو العنين على هذا الاجتماع اللي كان بالنسبة لهم مفيد جدا، أخذوا فكرة كبيرة اتكلم فيه على أنه النائب محمد العنين وضح لهم حاجات كثيرة جدا عن مصر وأفادهم كثيرا جدا. اتكلم على سنغافورة، علاقتها بمصر، على استثمار سنغافورة في مصر، وبيتكلم على استثمار حوالي مليار دولار في مصر، وقال أنه سياسات الحكومة واضح أنها بتؤدي إلى نتائج إيجابية، وقال أن احنا هيكون في استثمارات أخرى قادمة داخل مصر خلال الفترة القادمة. نتابع أيضا سفير فنلندا في القاهرة بعد الاجتماع الذي عقده النائب محمد أبو العنين رئيس المجلس المصري الأوروبي. هذا الاجتماع جاء بعد جائحة كورونا وهدفه التعرف على زملائنا وأصدقائنا في مصر، وفي رأيي مصر لديها فرص عظيمة وبالطبع هناك العديد من التحديات ولكنها تعتبر فرص رائعة في نفس الوقت. نحن هنا لاستغلال هذه الفرص ونرى ما يمكننا تقديمه لمساعدة بلدنا ودعم تقدم مصر أيضا. كلم أيضا زي ما بقول لحكوا المهم أن يكون في رأي، يعني يكون في تصريحات من السفراء اللي كانوا حاضرين في اجتماع نائب محمد أبو العنين رئيس المجلس اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي عما يجري في مصر حتى لو كان دقيقة أو نصف دقيقة. المهم أنه سفير دولة يقول لك شايفين مصر إزاي، هو ده أهمية هذه التصريحات. هم النهاردة بيتكلموا على أولا الاجتماع، على أهمية هذا الاجتماع اللي وصفه اجتماع مهم لأنه جاي كمان بعد كورونا، ونتعرف على أصدقائنا في مصر وزملائنا في مصر على ما يجري على أرض مصر. قال إن هناك تحديات كبيرة ولكن هناك أيضا فرص للتنمية الحقيقية في مصر، وأيضا فرص مهمة للدول والمستثمرين أنهم يشتغلوا ويبقوا موجودين داخل مصر. سفير ليتواني أيضا كان له رأيا عن هذا الاجتماع. It's great pleasure and great honor to be in his in my second month here in إنها لسعادة كبيرة وشرف عظيم أن أكون هنا للشهر الثاني في مصر وأشارك في هذا الاجتماع. رؤية مصر تم عرضها وأيضا خطة 2030 وكل التحديات تم توضيحها بصراحة وضقة، والفرص أيضا تم إيضاحها بشكل واضح. أنا كنت أستمع باهتمام كبير حيث استمعنا لكيفية توفير الفرص للشعب المصري وإمكانيات الاقتصاد المصري، وكان هذا عرض مذهل. فالخطط كانت واضحة ويمكنني أن أقتبس مما قيل لنا وهو أن السماء هي حدودنا. تحدث أيضا سفير ليتوانيا عودته إلى مصر ووجوده، شارك في هذا الاجتماع أنه كان بيهتم بيستمع بشكل جيد جدا،
كان في تعرض في الاجتماع من جانب النائب محمد أبو العنين ما يجري في مصر ورؤية مصر 2030، اتكلم على أن هناك إمكانيات كبيرة في الاقتصاد المصري، وده اللي يكون أيضا رسالة إيجابية لمن أيضا يرى مصر في هذه المرحلة. ده زي ما بقول لحضراتكم الاجتماع اللي اتعمل النهاردة في 32 سفير من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وآسيا كمان كانوا حاضرين هذا الاجتماع اللي اتكلم فيه النائب محمد العنين وشرح مصر وما تقوم به مصر من جهود كبيرة جدا، وضع السفراء على المشروعات على القضايا على التحديات اللي موجودة على كل الملفات، وطبعا منها ملف السد الأثيوبي. قبل ما نطلع فاصل أوريكم حاجة واحدة بس من الشغل بيتعمل في مصر واللي سنوات يعني محور الفريق كمال عامر. شركة المقاولون العرب شغالة على هذا المحور، المحور ده اللي بياخد الجيزة من أولها لآخرها، اللي بيحل أو هيحل إن شاء الله أزمة الجيزة. أنا ليه بربط ده بالشغل؟ لأنه بوريكم الدولة بتعمل إيه. هنا سفراء أجانب بيتكلموا على مصر وعلى التنمية، وإحنا كمان بنعرض جزء من اللي بيحصل، كل ده بيساعد الناس، بيساعد الحركة، بيساعد انتقال، بيساعد مستثمرين، بيساعد مواطنين، حركة. فهذا المحور أولا طبعا الشغل اللي بيتم من شركة المقولون العرب، ونشوف طبعا المحور ده اللي بيربط مختلف أو مناطق الجيزة المختلفة، واللي بي 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 زي ما احنا بنشوف كده، ده تصوير جوي، درون مصور المحور، محور الفريق كمال عامر اللي هو كان ترعة الزمر سابقا، ادي قدام حضراتكم. شوفوا المحور ده هيمشي فين او ايه اللي حواليه او ايه المناطق اللي حول هذا المحور. نشوف حضراتكم طبعا زي ما انتم شايفين كده مناطق طبعا محتاجة حاجات كثيرة جدا، ولكن انت بتعمل هذا المحور في هذه المنطقة لنقل حركة مهمة جدا. كام هيبقى عندك 5 حارات اتجاهات المختلفة، عندك حركة نقل، عندك ادي لو بنتكلم على الدائري، دائري من ناحية الوراق الى شارع السودان، او توصل جامعة القاهرة منين، المنطقة اللي فيها جامعة القاهرة، ادي كوبري صفت، وطبعا هتروح عند جامعة القاهرة او تعدي ناحية المنطقة، هذه المنطقة اللي دائما مكتظة فيها مترو، محطات مترو، ادي الجامعة قدام حضرتك اهو، بيعدي المترو او بيعدي المحور في هذه المنطقة، فيها كمان قطار قطر الصعيد بيعدي من هذا المكان او من هذه المنطقة. في بعض المناطق هتلاقي فيها دورين، يعني دور اول ودور تاني، ادي منطقة او رايح منطقة او شارع الهرم، هنا بنتكلم على 4 حارات في هذا المكان، قدرت تدخل او يعني تشق هذا المحور رغم الكثافة الهائلة من المباني اللي موجودة في هذا المكان، وتعمل محور. شايفين كام لو المنطقة دي فيها كام كوبري فوق بعض، ليه انت بتعمل حركة. بصوا هنا، ادي بص هنا، اقف هنا يوسف لو سمحت، عايز اوريك بس انت بتعمل محور في منطقة صعبة جدا محتاجة شغل مهني وفني على أعلى مستوى. منطقة زي ما حضرتك شايف كده العمارات كلها جنب بعض، والناس طبعا الشوارع ضيقة جدا في هذا المكان، منطقة مكتظة بالبشر ويعني منازل هائلة. طيب أنا بعمل المحور ده عشان أيضا أوفر وسهل حياة سواء الناس اللي هيمروا من هنا أو حتى السكان. أنت تحت طبعا بتعمل أيضا يعني تعمل تحديث للطرق وشبكة الطرق اللي موجودة. نكمل يوسف لو سمحت، بس بص على العمارات والمحور ماشي ازاي. انت عشان تعمل محور هنا بياخد منك يعني شغل كتير جدا، وعايز تعمل محور ومعدات تقيلة شغالة، مش عايز عمارات تنهار، فانت بتشتغل كمان باحترافية. شوف العمارات جنب المحور ازاي، حضرتك شايف مفيش يعني البلكونة قدامها المحور، وادي تحت شايفين المنطقة ديت، شايف المنطقة دي من الجو. المباني دي اتبنت امتى واتعملت امتى؟ وعايز اقول لكم معظم المناطق دي مناطق كانت زراعية، معظمها اهو الناحية التانية هناك زراعة، مناطق زراعية اتبنت خلاص، بقت كتل اسمنت زي ما احنا بنشوف، ولكن خلاص انت بتعمل، ما انت الناس هنا بتبقى مخنوقة، حركة المرور فيها خانقة.
طب اعمل نقلة للجيزة زي ما بتعمل في القاهرة، ادي بتعمل في الجيزة. دايما الناس بتتكلم عليه الجيزة، ادي الجيزة، انت واخد الجيزة من اولها لاخرها بالمحور ده. المحور ده هيوفر، خلي بالكم كمان هيرتبط بادي المنيب، لسه اقول لكم على المنيب، لقيت المنيب قدامي، يوديك المنيب، يعني تيجي من اول الجيزة لاخرها وتطلع على المنيب كمان على دائرة المنيب، سواء رايح المعادي او جاي من المعادي او رايح اكتوبر او رجع من اكتوبر، يعني يربطك كمان بغرب مصر وشرق القاهرة، غرب وشرق. المحور ده شوفوا قد ايه بيربطك قد ايه، خلي بالكم ده بياخد وقت قصير جدا، وفر لك سيوله مروريه غير مسبوقه، لان هنا بتربط، ادي قدامك في الوش، قدامك هنا المنيب، ادي المنيب قدامك اهو، اللي جاي من المعادي او جاي من شرق القاهره من التجمع لحد رايح غرب القاهره اكتوبر، او حتى رايح طريق اسكندريه الصحراوي او ما اصبحش النهارده صحراوي، ادي جزء من هذا المحور، محور الفريق كمال عامر، وكل التحية لرجال المقاولون العرب على هذا الجهد الكبير. المقاولون العرب أكبر، واحد أكبر شركة موجودة في مصر ولها شغل كبير جدا في ما فيش مشروع قومي المقاولون العرب مش موجودة فيه، أنفاق المقاولون العرب موجودة، طرق المقاولون العرب موجودة، تحيا مصر المقاولون العرب موجودة، إفريقيا المقاولون العرب موجودة، دول عربية المقاولون العرب موجودة، ما شاء الله ما شاء الله، حجم إنجاز كبير جدا، شركة رائدة في هذا، ده مجالها، مجال مقاولون العرب، وبالتالي هي في المقدمة، في مقدمة المشروعات الكبرى في مصر، فلهم كل التحية للسواعد التي لا تنام في شركة المقاولون العرب. نتابع مع زميلنا مصطفى هذا التقرير ثم فاصل وعود لحضرتكم. في إطار الخطة الضخمة اللي بتشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاءات لطرق وكباري ومحاور جديدة، هناخد النهاردة حضراتكم لواحد من أهم المحاور اللي هتكون موجودة في محافظة الجيزة إن شاء الله، وهو محور الفريق كمال عامر، واللي كان مكانه ترعة الزمر سابقا، واللي بتقوم بتنفيذ جزء كبير منه شركة كبيرة زي شركة المقاولين العرب. هنعرف تفاصيل أكتر عن المحور، هيخدم المصريين إزاي، إمتى إن شاء الله ميعاد تسليمه، كل دي تفاصيل هنعرفها مع بعض من خلال التقرير ده، خليكم معانا. الدائري القديم اللي احنا بنمشي عليه اللي بيتوسع دلوقتي ده دائري رينج رود حوالين مدينة القاهرة والجيزة. المحور الجديد اللي احنا شغالين فيه ده محور فريق كمال عامر زي ووتر جوه الدائرة دي، بيقلل المسافات وبيقلل زمن الرحلة وبيربط الشوارع الرئيسية جوه مدينة الجيزة بالدائرة الصغيرة اللي هي الطريق الدائري، وبيسهل الانتقال بسهولة جدا من جميع الشوارع ذات الكثافة السكانية العالية زي فيصل ورهارم وجامع الدول العربية وناهية وخاتم المرسلين ومنطقة الطلبية والعمرانية ونصر الدين للانتقال للطريق الدائري في وقت بسيط جدا ما يزيدش عن 3-4 دقايق، وبسهولة وبأمان وبعوامل حديثة كلها بتخلي الرحلة تبقى ممتعة، ما عادتش الرحلة فيها مشكلة في وقفة الإشارات ولا الزحمة ولا أي حاجة. إن شاء الله إحنا في بداية السنة الجديدة هيكون المشروع ده خلصان كله ومفتتح طبقا للتعليمات اللي جايلنا بضغط العمل لأقصى درجة ممكنة، وحضرتك تجولت في الموقع كله وشايف أعداد العاملين والجهد المبذول في كل مكان في المشروع اللي انتهى إن شاء الله في الوقت المحدد طبقا للبرنامج. المشروع من المشروعات المهمة جدا لأنه يعتبر أهم محور طولي في محافظة الجيزة، طبعا بعد محور شارع السودان ومحور الكورنيش، ده من المحاور الطوليه اللي هيخدم محافظه الجيزه من دائري الوراق لدائري المنيب لدائري تحيا مصر، طبعا هيخدم طبعا كل القاطنين في محافظه الجيزه، هيغير المنظومه المرورية من الاول للاخر. طبعا احنا بنهتم جدا بسلامه العمال والمهندسين وسلامه حتى المواطنين القاطنين في المنطقه او السكان، دي منطقه سكنيه زي ما حضراتكم عارفين مزدحمه جدا بالسكان، ده يمكن من الاسباب كمان اللي خلت المشروع بيتحول في بعض المراحل من عرض 33 متر تقريبا ان هو بيبدا يقل العرض معانا نتيجه ان بيتعمل دبل ديك لتقليل أعمال الإزالات، ودي من أحد أهم التحديات اللي قابلتنا، الحفاظ على سلامة المواطنين دون توقف حركة المرور
وفي نفس الوقت دون حدوث أي تصدعات أو مشاكل للمباني المجاورة لأعمال الإزالات. ودي تقريبا كانت حوالي 80 منزل وتقريبا تم منها 95%، باقي منها جزء متوقف بسيط يعني مسجد وأكثر من منزل جاري تنفيذ أعمال الإزالات حاليا دي. من ضمن التحديات طبعا العمل على ارتفاعات تزيد عن 20 متر، اللي برضو وجود كوبري فيصل طبعا احنا هنعمل فوقيه باكيا ستيل. مرور الباكيا دي برضو لها خطة تأمين خاصة وليها اهتمام كبير جدا من إدارة المشروع ومن إدارة الكباري المنفذة للمشروع بإدارة المولين العرب بشركة المولين العرب. طبعا أعمال تأمين أو الحفاظ على صحة العمال من كوفيد-19، الإجراءات الاحترازية طبعا اللي كل الشركات بتتبعها حاليا. فيما يتعلق مجلس الأمن وغيره، الأيام القادمة ربما تكشف الكثير عن هذه الجرائم التي ارتكبها أبي أحمد على مدار عام كامل ضد الشعب الإثيوبي في تيجري. كان امبارح قرار أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعلق بقاضيات لأول مرة في مجلس الدولة. قدوا امبارح 98 قاضية اليمين أمام سيادة النشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة. ومساء سيادة النشار عمر مروان وزير العدل أقام احتفالية أيضا لقاضيات مجلس الدولة الجدد اللي هيكونوا بدرجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة به في مجلس الدولة. طبعا سيد نشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة طبعا تقدير كبير، ترحيب بالقاضيات الجدد، انضمامهن يعني زملاء في مجلس الدولة من شباب القضاء، ويكون يتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهن في مجلس الدولة. لأول مرة مجلس الدولة يكون فيه قاضيات، لم نسمع، هي المرة الأولى، وبالتالي أصبحت القاضيات تتواجد في كل مكان النهاردة في القضاء المصري، في كافة سواء المحاكم أو النيابات أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة، كافة الجهات القضائية، الهيئات والجهات القضائية الآن بها قاضيات. أيضا القاضيات اللي قدام حضراتكم حصلوا على تقدير ممتاز أو جيد جدا، وفيهم اللي حصلت على ماجستير. وطبعا رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين أكد أن القاضيات هيتم توزيعهم أو توزيعهن على الدوائر المختلفة في هيئة المفوضين، وأيضا التعليم، التراخيص، الموظفين، الحريات العامة، الاستثمار، العقود الإدارية، أملاك الدولة وغيرها من الجهات المختلفة داخل هيئة مفوضي الدولة. وقال أنه هيتم مراعاة الظروف. سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل أقام احتفالية أيضا مساء، كان بالنهار الظهر أداء اليمين، وبالليل كان هذه الاحتفالية التي أقامها المستشار عمر مروان وزير العدل وبحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد طبعا القاضيات وعدد من الأسر الذين شاركوا أيضا في هذه الاحتفالية. تعالوا نتابع هذا التقرير ثم فاصل أخير وأعود لحضراتكم. أدت القاضيات الجدد حلف اليمين القانونية بعد إعلان قرار تعيينهن بمجلس الدولة في سابقة هي الأولى منذ إنشاء المجلس عام 1946، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام للمجلس. المرأة في جميع الأحوال في جميع أحوالها إضافة، وهي إضافة للمرأة إنها تكون تتولى وظيفة القضاء وأن تشارك في ولاية القضاء، وإضافة لمجلس الدولة وإضافة للقضاء عموما أنه يبقى فيه مشاركة بين القضاء الرجال
والقضاء السيدات في أداء رسالة العدالة وتوصيل العدالة للمواطن المصري في ربوع مصر كاملة. معايير اختيار المرأة القاضية هي نفس معايير اختيار الرجل القاضي: التزام التأهيل العلمي والتفوق العلمي وخلو الملف الوظيفي، وكل هذا يعني ما يتخذ من إجراءات في سبيل تعيين القاضي سواء كان رجل أو سيدة هي ذات الإجراءات وهي ذات المؤهلات المطلوبة وذات الشروط من حيث الكفاءة والدرجة العلمية والحصول على الشهادة الجامعية الأولى بتقدير جيد جدا أو امتياز. لا تمييز، لا يوجد تمييز ولا يوجد أي تمييز في أو مفارقة في إجراءات تعيين وأساليب اختيار القاضي سواء كان رجلا أم سيدة. من صفتي وبنيابة عن زميلاتي سعداء جدا، وده بالنسبة لنا يوم مشرف ويوم تاريخي. النهاردة السيدات أصبحوا عضوات في مجلس الدولة، وبالتالي أصبحوا عضوات في جميع الهيئات القضائية في مصر. السيدات موجودين في المحكمة الدستورية العليا وفي القضاء العادي وفي النيابة الإدارية والنيابة العامة وفي هيئة قضايا الدولة. ونشكر فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين على إتاحة الفرصة لنا، وإن احنا من وقت بدأت عملية الإعلان عن قبول طلبات التعيين للسيدات تم التعامل معنا بترحيب شديد من قبل الأعضاء الحاليين بالمجلس. حابة أشكر السيد الرئيس لثقته الغالية في المرأة المصرية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنه وهنكون قد المسؤولية إن شاء الله. طبعا فرحة كبيرة جدا إن أنا يعني أحظى بمنصب قاضي في مجلس الدولة. كانت الفرصة دي يعني مش موجودة لينا من قبل، مجرد إن أنا أنسى فما كانش من حقي إن أنا أقدم في مجلس الدولة. لكن طبعا النهاردة ده حدث تاريخي جلل يعني بتشهده مصر، ان المرأة تتقلد جميع المناصب سواء في القضاء او في النيابة العامة او في مجلس الدولة. طبعا ده حدث تاريخي. هو الخبر في حد ذاته كان فرحة، سواء الحمد لله تم تعييننا او لا، بس هو فرحة ان اتاح الفرصة للسيدات بس ان هي تدخل. والحمد لله بعد صدور المنشور ده تقدمنا باوراقنا وتم اجراء مقابلات معنا، والحمد لله تم اجتيازها بنجاح الحمد لله. كما أقيم احتفال حضره السيد المستشار وزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة ورئيس المجلس القومي للمرأة والعديد من الشخصيات العامة الذين رحبوا بتولي المرأة منصب القضاء بمجلس الدولة وبهذه المناسبة الفريدة. يوم تاريخي هو اليوم الذي ألتقي به معكم لنحتفل بتفعيل استحقاق دستوري للمرأة هو تعيينها قاضيا ومباشرتها العمل في مجلس الدولة العظيم. لقد كان للمرأة المصرية منذ فجر التاريخ دور بارز ومواقف لا تنسى ساهمت بها في نهضة أمتها، فهي صلو الرجل وشريكه وهما جناح المجتمع لا يمكن أن يحلق إلا بهما معا. وإذا كان التاريخ المعاصر شهد حرمان المرأة من بعض حقوقها، فإن الله قيد لها من صلب هذا الوطن من عمل على توصيل الحق إلى أصحابه وفتح الأبواب أمام المساواة وتكافؤ الفرص، ومن ثم بات واجبا نسبة الفضل إلى فاعله وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأكبر للمرأة الذي أصر على كفالة وتفعيل حقوقها الدستورية كاملة. الإرادة السياسية حققت للمرأة المصرية استحقاقاتها الدستورية في القيادة الواعية بتدي للمرأة حقوقها، حقوق الإنسان هي حقوق المرأة. النهاردة نقدر نقول إن المرأة المصرية أخذت كل الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الدستور 2014. سعيدة بهذا العدد، سعيدة بالكفاءة والتمكن اللي موجود في القضيات في هذه اللحظة، وإن شاء الله نتمنى لهم النجاح، والمرة القادمة بإذن الله نبدأ من أول السلم الوظيفي في مجلس الدولة. وتهنئة ليهم وتهنئة للسيدات كمان اللي دخلوا النيابة العامة. النهاردة كان في حادث مؤسف على الطريق الدائري الأوسطي، عربية تريلا
عملاقة، شاحنة عملاقة دهست ميكروباص باللي فيه. رحم الله كل المتوفين وبنعزي أسرهم كلهم. نتكلم على 19 مواطن. العربية قدام حضرتك أهو، والميكروباص قدام حضرتك. شايف النقلة عملت إيه في الميكروباص؟ أهو شاحنة من الشاحنات اللي هي إيه، وإنت ماشي على الطريق كده يبقى ماشي 120 كيلو حاجات كده مرعبة، وهو ماشي ويبقى فاضي، ما بالك وهو كمان مليان وماشي بسرعة رهيبة. الطريق زي ما حكوا بتشوفوا كده عدى الناحية التانية. ال- 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 العربية النقل كسرت السور اللي موجود بين اللي رايح جاي، في سور في النص، العربية من سرعتها دخلت كسرته وعدت الناحية التانية، جاي الميكروباص في المواجهة، فعشان كده كانت الخسائر رهيبة. ده الحادث ال- 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 الحادث الأليم. تشوفوا الطريق ده، وأنا بالمناسبة بعد عليه، طريق سهل جدا وبسيط جدا وما فيهوش زحمة، بس الناس بتجري زي مش عايز أقول زي إيه، بيجروا بسرعة رهيبة جدا، والنقل على الطريق ده بيجروا بسرعات عالية، بيبقوا ماشيين جنبنا. مش عايز أقول لحضراتكم أمر مخيف. تاني كسر الطريق، كسر السور وعداه في جاية إيه، وعدى الناحية التانية طبعا في جاية المقابل، المقابل ليه كان الميكروباص، شال الميكروباص، دهس الميكروباص. 19 مواطن ماتوا النهاردة، ربنا يرحمهم. نتيجة أنا مش مطلع على تحقيقاته، محدش مطلع غير النيابة العامة، ولكن تاني بنقول المكان الطريق يعني من الطرق الحديثة، طريق زي يعني زي ما حاجة، ادي الطريق الدائري الأوسطي اهو قدامك اهو، طريق طوالي ما بتوقفش، ما فيهوش اشارات، زي ما حضرتك بتقول كده زي الحرير، يعني بيقلل مسافات كتير جدا. كلمت حضراتكم عن الطريق ده عدة مرات لان انا بمشي على الطريق ده في اوقات كثيرة، يعني افضل من الدائري واسرع من الدائري، ولكن مشكلته عربية النقل. انه هنا الطريق ده كان المفترض يتعمل طريق خاص للنقل زي ما معمول على طريق الصعيد الغربي، وزي ما معمول على طريق الصعيد الشرقي، وزي ما معمول على طريق السويق، ان معكش عربية نقل جنبك. عربية النقل لازم الطريق ده يتعمل له طريق تاني اضافي، حارة اخرى للنقل فقط، حتى يسير الملاكي والميكروباصات وغيرها في امان. طول ما هو جنبك نقل انت لازم تبقى قلقان، حتى لو كان ماشي تاتا تاتا، هم مشيش تاتا تاتا، هو بيجري ومش همه حد، وعشان كده ضاع ارواح، وضاع النهارده 19 روح نتيجه لايه؟ بقول لحضرتك هو اقلها ماشي بسرعه كبيره، ادى الى فقد طبعا عجله في ايده، كسر السور ده ما ينفعش اهو، ادي رايح جاي اتعدي الناحيه التانيه ازاي؟ الا ما كسرت ده بايه؟ بسرعه ايه؟ السور اللي في النص ده يتكسر ازاي؟ وعدي الناحيه التانيه. اللي جاي اكتوبر او اللي راجع من اكتوبر. فادى الى عدد كبير من الوفيات. اللي احنا ربنا يرحمهم جميعا يا رب، وزي ما بقول كده الطريق ده محتاج حاره تتعمل مخصوص فقط لعربيات النقل، عشان نرحم الناس ونحمي الناس من حادثة زي بتاعة النهاردة ديت، اللي هي ما فيش واحد من اللي كانوا في الميكروباص كلهم ماتوا تقريبا، ما عرفش فيه إصابة واحد ولا اتنين أو تلاتة، لكن في 19 حالة وفاة نتيجة لهذا الحادث. تريلا اللي اقتحمت السور وعدت ناحية التانية، الميكروباص جاي في طريقه، لا في وشه أهو قدامك أهو، في وش عربية النقل، ربنا يرحمه. خلينا نروح سريعا لزميلنا محمود حافظ، وزارة التموين الميكانة اللي عاملاها في كافة فروع شركات التجارة الجملة جمعيات وغيرها، اللي هو التعامل مع المواطنين والتسهيل عليهم، وبالتالي ربط هذا الأمر توزيع السلع على الأفرع الخاصة بفروع جمعيتي، واللي بتسهل يعني حركة المواطنين والتيسير
عليهم. نتابع هذا التقرير ثم أعود لحضرتكم. في إطار حرص الدولة على أصول الدعم لمستحقيه، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بميكنة صرف الاستعواضات لمنافذ جمعيات ولاد بدال تموين. وتعد شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف الاستعواضات إلكترونيا، غير أن شركتي الأهرام والأسكندرية للمجمعات الاستهلاكية قاربت على إنهاء المنظومة. أهمية مشروع جمعيتي ثلاث حاجات رئيسية: رقم واحد توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، رقم اثنين زيادة عدد المنافذ السلعية اللي تابعة للدولة، رقم ثلاثة زيادة عدد المعروض من السلع الأساسية والتموينية في كافة محافظات الجمهورية. المشروع في أربع مراحل، فتحنا 6500 منفذ، كل منفذ من دول بيوفر من 2 لـ3 فرصة عمل مباشرة. عدد الفرص العمل اللي تم توفيرها من هذا المشروع أكتر من 20,000 فرصة عمل. فنقدر نقول إن المشروع بعد ما اكتملت مراحله الثلاثة ساهم ان هو يحقق الهدف اللي بتسعى ليه وزارة التموين، اللي هو توفير فرص العمل وزيادة عدد السلع، ويبقى عندنا اكبر شبكة منافذ منتظمة منضبطة من المنافذ الثابتة والمتحركة. حقيقة النهاردة احنا بصدد متابعة وافتتاح تشغيل منظومة الميكنة الالكترونية بالنسبة لشركة النيل المجمعات الاستهلاكية ومشروعها الرائد، وهو مشروع جمعيتي، مشروع بيمثل طبعا من المشروعات الرائدة في وزارة التموين، مشروع بيحقق نجاحات وأهداف اقتصادية واجتماعية وبيمثل جزء من مبادرة حياة كريمة، مشروع بيضم خيرة الشباب من الخريجين اللي بيشاركوا معانا كأحد مؤسسات الدولة في مجال خدمة المواطنين وتوزيع السلع الغذائية. النهاردة بلغ منافذ مشروع جمعيتي 235 منفذ ل 235 شاب، بيمثل كل واحد منهم شركة مستقلة بذاتها بتتعاون مع شركة النيل في توزيع السلع الغذائية، فبتحقق وبتعزز من قدرة الشركة ووزارة التموين على نشر منافذ بيع سلع تموينية جديدة. احنا دلوقتي بيجي لنا العميل بيعمل طلبية عند المحاسب، والمحاسب بيدي الطلبية للعميل تاني بالورق بتاعه بالأصناف اللي عايز ياخدها، وبيبدأ يجيبها لنا هنا في الحاسب الآلي عشان ندخل له البيانات بتاعته، فنبدأ نراجعها برضو عشان ما ياخدش أي حاجة زيادة عن حصصه أو نقاطه، بنراجعها عندنا هنا الأول، بعدين بناخدها ندخلها على سيستم القبضة. ده سيستم بيسمى عندنا في المخازن اللي بيصرف منها العميل. بعد ما العميل بيبدأ في إجراءات الفتح بتاعته ويخلص إجراءات الفتح ويتم التعاقد مع الشركة ويبدأ في دفع مبلغ التأمين الخاص به في الخزنة، بيبدأ التوجه لنا هنا وبنبدأ نعمل له استعضاء أول طلبية ليه بمبلغ التأمين اللي هو دفعه، بناء عليها بياخد الطلبية من المخازن. بعد كده بيبدأ التعامل معنا بالاستعاضات اللي بتطلع من مكنة التموين، بيجيب الاستعادة بعد كده اللي خدها، بنديله برضو بنفس مبلغ التأمين تاني، بنفس قيمة مبلغ التأمين تاني بضاعة تانية، وبيتم التعامل بهذه الطريقة بعد كده. في الأول كان العميل بيستنى دوره لما الورق يتسجل وكده، وكان بياخد ورق ويروح المخازن. دلوقتي مش هيعمل كده، هيروح على طول المخزن وهيلاقي الحاجات متسجلة على طول، ده وفر له وقت ومجهود. بعد موضوع الميكنة أصبح الموضوع سهل، بنيجي هنا نقعد عند المحاسب، ندخل نكتب الطلبية بتاعتنا، اوتوماتيك بتتسجل توصل على السيستم في المخازن، فوفر وقت ومجهود وعمل عملية حوكمة من التلاعب في أي من الأوراق اللي هي أوراق الصرف لدى أمناء العهد في المخازن أو سواء إحنا أصحاب المشاريع، فالموضوع وفر وقت ومجهود كبير. الحمد لله دلوقتي الدنيا مظبوطه تمام، ما فيش اي تلاعب، وبرضه فضل او برضه ما كانش برضه في تلاعب اللي هو للدرجه الكبيره، يعني الدنيا كانت عادي مظبوطه، يعني مفيش مشاكل، بس فرق كتير موضوع الميكنه والتحويل الرقمي بالنسبه لنا كتير عن الاول. يعني الحمد لله فضل الكامل على المشروع، الحمد لله تمام. تعمل الوزارة حاليا على إصدار تطبيق ذكي يتيح لبدال التموين اختيار السلع التي يرغب المواطنون المتعاملون معهم في صرفها، وبذلك يستطيع التأكد من توفرها في المخزن قبل ذهابه من ناحية، ومن ناحية أخرى يجدوها جاهزة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، وكذا يحقق شفافية ويتيح للوزارة متابعة المنتجات حتى وصولها لأيدي المواطنين. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، نشوفكم السبت إن شاء الله، صباح الألف خير.